الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة، حلقة يوم الخميس في ختام هذا الأسبوع، والاستعدادات متواصلة، والاستعدادات لمباراة الهلال السوداني والنادي الأهلي في الجولة الأخيرة، مباراة الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، مباراة بالتأكيد يسعى فيها النادي الأهلي إلى إحراز الثلاث نقاط والخروج بنتيجة إيجابية من أجل ضمان التأهل وصدارة المجموعة، أو على الأقل تقدير التأهل إلى مرحلة الدور ربع النهائي ومباريات دوري أبطال إفريقيا دور الثمانية. إن شاء الله هدف مهم جدا للجهاز الفني وللاعبين وللإدارة وللجماهير قبل كل شيء من أجل تخطي هذه المجموعة المعقدة بالنتائج التي لم يتوقعها أحد. وفي النهاية إن شاء الله النادي الأهلي هيكون على قدر الحدث، والفريق واللاعبين هيكون على قدر الحدث في هذه المباراة الكبيرة. بعثة فريق النادي الأهلي يمكن النهاردة غادرت مطار القاهرة الدولي في حدود حوالي الساعة 4:30 عصرا، وفي هذه اللحظات خلاص في الطريق إلى السودان والوصول إلى مطار الخرطوم إن شاء الله لخوض هذه المباراة الهامة جدا اللي تم الاستعداد لها من جميع الجوانب. قدامكم اهي بعض الصور واللقطات اللي تم التقاطها صباح اليوم أو عصر اليوم في مطار القاهرة الدولي. بعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون على رأس بعثة فريق النادي الأهلي في هذه المباراة وفي هذه الرحلة. كابتن شريف إكرامي القائمة اللي تم اختيارها في مباراة الهلال السوداني، واللي إن شاء الله بإذن الله هيكون الفريق فيها على أهبة الاستعداد والجاهزية لهذه المباراة الكبيرة. لا صوت يعلو في الأهلي حاليا فوق الأصوات المتعلقة بالاستعداد لمباراة الهلال، وكل الأمور في النادي مسخرة بشكل كبير جدا لتذليل كفة العقبات للفريق من أجل تحقيق المهمة المطلوبة. التعادل وحده فقط طبعا كفيل بأن يضع الأهلي في الدور ربع النهائي، لكن كلنا عارفين أن النادي الأهلي دايما وأبدا لا يلعب إلا للفوز. الفوز وحده هو من يرضي طموح جماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، وأيضا كمان مسؤولين وجماهير ومحبين ولاعبين وكل من ينتمي لهذا الكيان الكبير بالتأكيد خلال الفترة اللي جاية. في كده معتقدات لازم نكون حاطينها ما بيننا، والمعتقدات الأساسية والرئيسية بيننا احنا كإعلام أو كجمهور في النادي الأهلي أو مسؤولين أو أجهزة فنية ولاعيبة، ودي عقيدة مترسخة داخل كل لاعب في النادي الأهلي، وده المعنى اللي الجهاز الفني بيؤكد عليه مع اللاعبين، وتم حتى الكلام ده في المحاضرات اللي تمت خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ نهاية مباراة النجم الساحلي وتصدر الأهلي المجموعة في انتظار جولة الحسم والجولة السادسة. وهذا الاعتقاد هو متعلق بضرورة أن يحقق الأهلي انتصار في السودان من أجل التأهل وصدارة المجموعة، لأن الأهلي كبير وكبير إفريقيا دايما بيكون مرشح للفوز باللقب. دي مسؤوليات ومعتقدات كلنا عارفينها وبنشتغل عليها ومعروفة بالنسبة لنا دايما جوه النادي الأهلي، ودي مدرسة النادي الأهلي. الجيل الحالي من اللاعبين عارفين أهمية المرحلة الحالية، الجهاز الفني اتكلم معاهم، كابتن محمود الخطيب كان عمل أكتر من جلسة واجتمع باللاعبين خلال اليومين اللي فاتوا قبل السفر، وكمان وجوده على رأس بعثة فريق النادي الأهلي المتجه إلى السودان ليها معاني كثيرة جدا. طبعا الكابتن محمود الخطيب له شعبية كبيرة وشعبية جارفة أيضا كمان في السودان، فوجوده في مثل هذه الأحداث الرياضية بتبقى ليها جوانب استفادة كثيرة جدا. لكن على الجزء الأهم أو الجزء اللي يهمنا هو جوه الفريق، إن اللعيبة لما تحس إن عندها رمز كبير رئيس النادي بنفسه موجود في مباراة، حتى لو مباراة في دور المجموعات أو في دور الـ16، ده ليه مدلول وليه رسالة، ورسالته إن الجماهير كلها في ظهر الفريق ومعاكم ومساندين ليكم وكلنا في مركب واحده. ان شاء الله باذن الله عندنا مباراه كبيره، ان شاء الله نقدر نعمل فيها نتيجه ايجابيه، والكل عارف طبعا صعوبه المواجهه. صعوبه المواجهه مش من الموقف المتعقد في المجموعه، لا، صعوبه المواجهه كمان في الاجواء الجماهيريه، الاجواء اللي كانت محيطه بالمباراه خلال اليومين اللي فاتوا عقب نهايه مباريات الجوله الخامسه، سواء لما الهلال رجع من زيمبابوي بانتصار على بلاتينيوم او حتى لما فاز النادي الاهلي على النجم الساحلي في استاد السلام يوم الاحد اللي فات. فبالتالي معروف كلنا او كلنا عارفين طبعا ان البطوله اوقات كتيره جدا ممكن تمر عليك بصعوبات معينه، لكن في النهايه الصعوبات دي هي اللي هتثبت احقيتك في اللقب لما تتخطاها. المجهود اللي انت بتعمله طوال البطوله او طوال فتره البطوله مش في فاينل الكاس او في مباراه النهائيه فقط، لا، ممكن تقابلك صعوبات في دور ال 32، ممكن تقابلك صعوبات في دور ال 16 ودور المجموعات، في مرحلة النوك اوت في الأدوار النهائية من دور الثمانية. في النهاية أنت قدرتك وإمكانياتك بتبان ومعدنك من المواقف الصعبة اللي زي دي. في مجموعات ممكن تكون انتهت والكل عارف خلاص الطرفي المتأهلين من كل مجموعة، سواء من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة،
وفي فرقة تأهلت بعدد نقاط أقل من عدد النقاط اللي حققها الأهلي وهو حاليا في الصدارة ب10 نقط. لكن في النهاية لما تفوز باللقب أو لما توصل للأدوار النهائية، أنت بتوصل للأدوار النهائية وأنت كان قدامك مطبات كثيرة جدا، لكن أنت عشان البطل تخطيت هذه المطبات. إحدى هذه المطبات مباراة الهلال السوداني. قدراتك وإمكانياتك، لو عايز تفوز بالبطولة لازم تكسب الهلال ولازم تعمل نتيجة إيجابية. ولاعبي النادي الأهلي عمرنا ما قلنا عليهم في أي مباراة خارج الأرض أو داخل الأرض ان بيبقى فيه ضغوطات، لان لاعب النادي الاهلي او التيشيرت اللي بيرتديه تيشيرت النادي الاهلي بيكون على قدر الحدث وعارف مسؤولياته في هذه المباريات الكبيره والمباريات الصعبه. لو هنضرب امثله باجيال سابقه كانت كتيره، يعني مثلا في 2001 انت وصلت لمرحله انك لازم تكسب في الجزائر وتكسب شباب بلوزداد عشان تتواصل لمشوارك في البطوله وتكسب البطوله، وبالفعل بعد الخساره من بترو اتلتيكو في القاهره رحت بلوزداد وكسبت شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء. المكسب ده اهلك للسيمي فاينال. كان في اصطدام مبكر مع الترجي التونسي، عملت نتيجه لم تكن موفقه في لقاء الذهاب وتعادلت 0-0، لكن قدرت في المنزه اللي كان ملعب صعب جدا على اي فريق مصري يعمل نتيجه ايجابيه، عاد من تونس بتعادل ايجابي ومن ثم تاهل الاهلي للمباراه النهائيه وفاز على سان داونز بثلاثيه في لقاء العوده في القاهره. فبالتالي البطل بيبان صورته وموقفه ودوره في البطوله من المطبات الصعبه دي. ده مطب احنا قلناه كان في مرحله في فترة سابقة عام 2001. في مطبات أخرى الأهلي تعرض لها في مباريات كثيرة وفي بطولات كثيرة. في النهاية لما بتفوز بالبطولة أنت بجد بتبقى جدير بيها. وهنتذكر بطولة 2013 لما لعبت مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا أو أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا، واتغلبت بثلاثية في ملعب الجونة في عز الحر والصيام، لكن قدرت بشخصيتك وبقدراتك وباسم ومكانة النادي الأهلي أنك تتصدر المجموعة، تفوز على الزمالك، تكسب بطل جنوب افريقيا في المباراه النهائيه لما تتكررت المباراه في ختام البطوله، وقدرت تعمل نتيجه ايجابيه وتكسب الفريق ده في المباراه النهائيه وفزت باللقب. عام 2012 ما كانش فيه دوري وفزت بدوري ابطال افريقيا. الاهلي دايما معدن اللعيبه ودور اللعيبه وامكانيات وقيمه الاهلي بتبان من المواقف الصعبه. مباراه الهلال السوداني مباراه صعبه، لكن سبق للنادي الاهلي خاض كثير من المباريات بنفس القوه والحماس في مباريات خارج الارض، وقدر يعمل نتائج ايجابيه وتاهل الادوار النهائيه. فبالتالي في ثقه كبيره جدا ان شاء الله من اللاعبين من الجماهير لدى اللاعبين والجهاز الفني على ان هم ان شاء الله هيكونوا على قدر الحدث ويعملوا نتيجه كبيره. وايا كانت المباريات اللي انت بتلعبها خارج الارض، حتى لو كانت في اجواء جماهيريه ممكن تكون فيها شيء من الحماس او فيها شيء من زياره الحماس اللي ممكن يعني قدر الامكان يكون خارج اطار الروح الرياضيه شويه، لكن في النهايه انت جوه الملعب في ال 90 دقيقه بتقدر تحقق الهدف اللي انت عايز توصل له. ايا كانت الاجواء الجماهيريه اللي حواليك، ايا كانت الظروف اللي ممكن محيطه بيك. الاهلي موجود في السودان ما بين اهله وناسه واحبابه. جماهير الهلال السوداني او جماهير النادي الاهلي العلاقات ممتازه. الاهلي لما يوصل الخرطوم خلال لحظات او خلال دقائق في جماهير كبيره جدا من النادي الاهلي وجماهير الاهلي موجوده في المطار بتستقبل فريق النادي الاهلي. مصري هناك كتير والسودانيين في مصر كتير. فبالتالي هي المباراه انا مش بعتبرها خارج الارض، لا انا بعتبرها مباراه هتكون ما بين ناديين عربيين في علاقات كبيره بين الجماهير على المستوى الشخصي والرسمي، وايضا كمان على المستوى الرسمي ما بين الناديين. لذلك ان شاء الله باذن الله هذه المباراه هتاكد احقيه النادي الاهلي في الوصول للادوار النهائيه ويكون جاهز إن شاء الله لخوض هذه المباراة وتصدر المجموعة والتأهل للأدوار النهائية. بنأكد كمان على معاني مهمة جدا. لو في البعض بيحاول يعبث بالعلاقات الطيبة بين جماهير الفرقين، خلال اليومين اللي فاتوا تم نبذ كل هذه التصرفات الغير مسؤولة من أشخاص غير مسؤولين ولهم أهداف شخصية أو أهداف سياسية أو أهداف ما، كل دول تم نبذهم وتم القبض على كل من تسول له نفسه وخرج عن القانون خلال اليومين اللي فاتوا سواء في مصر او في السودان. السفير حسام عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه في السودان كان في تصريحات مهمه جدا سواء اليوم او بالامس اكد على كل هذه المعاني، ان حتى المسؤولين في وزاره الداخليه السودانيه وزيره الشباب والرياضه في السودان البيان اللي صدر منها الكل بياكد على عمق العلاقه الطيبه بين مصر والسودان شعبا وحكومه، وايضا كمان على المستوى الرياضي بين الفرق الرياضيه سواء في مصر أو في السودان. النادي الأهلي هناك بالتأكيد هيكون فيه اهتمام كبير جدا بوصول البعثة، تأمين على أعلى مستوى، تم التنسيق والتواصل ما بين سفارة جمهورية مصر العربية في السودان مع كل القيادات الأمنية في الخرطوم من أجل أن تخرج المباراة بشكل مثالي في روح رياضية، وأي شخص بالتأكيد سيخرج عن هذه الروح الرياضية أو هذا الإطار سيتم يعني التعامل معه بحدة،
سواء طبعا من الجانب السوداني اللي أكد على استقبال النادي الأهلي بشكل طيب وتأمين البعثة خلال الفترة الجاية. خطة إن شاء الله، خطة التأمين هتكون موجودة مع البعثة منذ الوصول حتى المغادرة إن شاء الله، لكي تخرج المباراة في روح رياضية كبيرة. وبعثة النادي الأهلي كلنا بنأكد على هذه المعاني موجودة في بلدها الثاني في السودان. البعثة النهاردة غادرت زي ما قلت لكم في الرابعة والنصف عصرا بقوام 21 لاعب. ريني فايلر اختار 21 لاعب في هذه المباراة. يمكن عدد من اللاعبين تم استبعادهم لأسباب فنية، سواء أحمد الشيخ أو حتى محمود وحيد، ويمكن رمضان صبحي ممكن الجاهزية الفنية لسه ما اكتملتش بنسبة كبيرة، فبالتالي الجهاز الفني فضل ما يكونش رمضان صبحي موجود مع الفريق في مباراة الهلال السوداني. وبالتأكيد طبعا عندنا استحقاقات قوية جدا في شهر فبراير، فالجهاز الفني بيتعامل مع هذا الملف تحديدا، ملف إصابة أي لاعب، بحرص شديد، بحيث ان اللاعب اللي يكون موجود في اي مباراه جاهزيه فنيه وجاهزيه بدنيه بنسبه 100%. القائمه ضمت شريف اكرامي وحسام عاشور واحمد فتحي، رامي ربيعه وايمن اشرف ومحمد الشناوي، عمرو السوليه، علي معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور اجايه، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان محسن، علي لطفي، اليو ديانج، محمود متولي، اليو بادجي، وجيرالدو. المباراه ان شاء الله هتكون يوم السبت الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، وهو نفس التوقيت في السودان. وعايز اقول لكم على خبر مهم جدا ومعلومه مهمه جدا. النهارده كان في اجتماع للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره والكابتن سمير عدلي المدير الاداري مع اشرف الكاردينال رئيس مجلس اداره نادي الهلال السوداني. هذا الاجتماع كان اجتماع تنسيقي متعلق بمباراه الاهلي والهلال، وتم الاتفاق على بعض الامور التنظيميه في هذه المباراه. ووافق رئيس مجلس اداره نادي الهلال على طلب الكابتن سيد بزياره ملعب المباراه اليوم لاجراء بعض الترتيبات المتعلقه بالمباراه وتعرف الجهاز الفني على حاله الملعب وجاهزيه ارض الملعب قبل تدريب الغد ان شاء الله، اللي هيكون التدريب الرئيسي والوحيد لفريق النادي الاهلي في السودان. وده ان دل على شيء بيدل على قيمه العلاقه الطيبه على المستوى الرسمي ما بين الناديين الكبيرين، سواء نادي الهلال السوداني ممثلا في رئيس النادي اللي وافق على هذا الطلب، وايضا كمان في الاستقبال اللي هيكون موجود خلال الساعات الجايه وفي استعداد المباراه ان شاء الله اللي هتكون تخرج باذن الله في اطار روح رياضيه يوم السبت الساعه 9 مساء. كابتن سيد النهارده تفقد ارضيه الملعب وزار الملعب اللي هيستضيف المباراه، وبالتاكيد هيكون في تقرير فني هيتم رفعه فني واداري الى ريني فايلر المدير الفني للفريق من اجل تجهيز لمران الغد اللي هيكون المران الوحيد على ملعب المباراة، وأيضا كمان إن شاء الله في مباراة يوم السبت إن شاء الله الساعة 9 مساء. النهاردة كان في مران بدني قوي ضمكم في الصورة طبعا توماس بينك المخطط الأحمال، كان بيعمل برنامج بدني وبيعمل تحضيرات متعلقة بتدريب الفريق قبل السفر النهاردة إلى السودان. الفقرة البدنية كانت مطولة شوية تحت قيادة توماس بينكل، تم تنفيذ فيها بعض الجوانب الفنية والخططية، والجهاز الفني طبعا فضل ان يكون التدريب النهارده في القاهرة قبل السفر للسودان، لان خلاص انتوا عارفين طبعا المسافة ما بين مصر والسودان في الطيران ما بتاخدش حوالي اكتر من ساعتين ساعتين ونص، فبالتالي رحلة سفر مش طويلة، رحلة سفر طبيعية جدا، فبالتالي تتمرن النهارده في القاهرة ما تاخدش كل الضغوط كلها قبلها بيومين ثلاثة في مباراة كبيرة زي دي، تستكفي فقط بالتواجد ليلة المباراة والتدريب مرة واحدة طبقا للائحة على ملعب المباراة غدا إن شاء الله في نفس توقيت المباراة الساعة 9 مساء. طيب عايز أكد على جزئية مهمة جدا. امبارح كان في اجتماع أمني في الاتحاد السوداني لكرة القدم، حضروا طبعا نائب رئيس الاتحاد السوداني السيد الفاتح الأحمد وبالمناسبة رئيس لجنة المسابقات هناك، وكان بحضور المنسق الأمني الكيني إيفات كارو رومبا، ده المنسق الكيني المنسق الأمني لمباراة الهلال والأهلي، موجود في السودان قبل المباراة بحوالي 4-5 أيام عشان يرتب كل الأمور التنظيمية والأمنية لإقامة المباراة. الشيء اللافت للنظر أن المنسق الكيني كان موجود في مباراة النجم الساحلي والهلال في السودان، فبالتالي الاتحاد الإفريقي ارتأى أن المنسق الأمني اللي كان موجود في آخر مباراة للهلال على أرضه يكون هو اللي موجود في مباراة يوم السبت اللي جاي، عشان على دراية كاملة وتم بكل الظروف التنظيمية والأمنية في هذا الملعب اللي هيستضيف المباراه. ده شيء طيب انك محتاج عنصر الخبره والمتابعه لمباراه كبيره زي دي من جانب الاتحاد الافريقي. المنسق الامني الكيني ايفات رومبا كان موجود في هذا الاجتماع، وتم تحديد عدد من الاجراءات
سواء بعدد حضور الجماهير، سواء بموعد فتح بوابات الاستاد ان شاء الله يوم السبت، واللي تم الاتفاق على فتح بوابات الاستاد من الساعه 2 الظهر حتى ساعه قبل موعد المباراه الساعه 9 مساء. كمان تم الاتفاق على التحرك الامني لكلا الفريقين من فنادق الاقامه الى مكان المباراه، وتم الاتفاق على كل الظروف الامنيه المتعلقه باقامه المباراه في حضور الاتحاد السوداني ممثلا في النائب مع اللجنه المحليه المنظمه اللي تم تشكيلها لكي تكون مسؤوله عن تنظيم هذه المباراه بين الهلال والاهلي. طاقم تحكيم المباراه مباراه الهلال والاهلي رضوان جيد حكم ساحه، لحسن اسقاو المساعد الاول، مصطفى أركراد المساعد الثاني، عادل زراق الحكم الرابع. هيكونوا موجودين في هذه المباراة، ويمكن خلال الساعات القليلة الماضية من خلال متابعتي للصحف السودانية والصحف المغربية قريت تصريحات لرضوان جيد كانت موجودة على موقع بطولات المغربي. هذه التصريحات منسوبة لموقع بطولات المغربي، قال فيها رضوان جيد إنه على مسافة واحدة من الفريقين خلال هذه المباراة ويطلب من الله التوفيق في هذه المباراة الكبيرة. بخصوص اعتراض الهلال على تعيينه في هذه المباراة، قال رضوان جيد ان ده امر عادي في الكورة واطلب من الله التوفيق، وانا كحكم دولي متعود دايما على هذه الاجواء في المباريات الافريقية الكبيرة. طبعا كان هناك مصدر في الكاف من خلال هذا الخبر قال ان اعتراض الهلال على حكم المباراة امر غير مبرر، وبالتالي رضوان جيد هو حكم هذه المباراة بشكل رسمي وبشكل نهائي. ولو تابعنا هذه المباريات من خلال الحكام اللي تم اسناد ليهم مباريات الجولة الستة، كل الحكام اللي بيديروا المباريات لم يتقرر حكم من الجولة الأولى إلى الجولة الستة سوى جوشوا بوندو الحكم بالسوان لأدار مباراة النجم والأهلي، هيكون موجود في الجولة الختامية في مباراة الرجاء وفيتا كلاب الكونغولي. لكن بخلاف ذلك كل الحكام اللي كانوا موجودين من الجولة الأولى للجولة الستة لم يتقرروا، كل حكم أدار مباراة. فبالتالي رضوان جاي كان من حكام النخبة اللي الاتحاد الافريقي كان سايبه للجولة الأخيرة، وهو بالتأكيد حكم مرشح لكأس العالم. فبالتالي إن شاء الله نتمنى له التوفيق وإن يكون على قدر الحدث، والنادي الأهلي مش عايز أكتر من حقه في هذه المباراة. وزي ما بيجي له حكام متميزين في القاهرة، محتاجين يكون في حكم على نفس القدر والقيمة خارج مصر. طيب الاستعداد الفني لمباراة الأهلي، يمكن رينيه فايلر عمل محاضرات نظريه ومحاضرات عمليه خلال اليومين اللي فاتوا، وايضا كمان جلسات مهمه جدا مع اللاعبين مع اللاعبين خلال اليومين اللي فاتوا. ودور اللاعبين الكبار في الفرقه، لو بتكلم على احمد فتحي، على حسام عاشور، على شريف اكرامي، لهم دور كبير جدا في التوقيت الحالي كمساعدين للجهاز الفني في هذه المرحله. والتفاصيل الصغيره اللي احنا بناكد عليها دايما جوه النادي الاهلي تبقى موجوده في هذه اللحظات. اللاعب الكبير، اللاعب الخبره، بيعرف امتى يجمع الفريق، يقعد يتكلم مع اللعيبه، ما بالكم بقى لما عندكم 3-4 خبرات جوه الفرقه في توقيت حساس زي ده. خاضوا قبل كده مباريات افريقيه صعبه واجواء اصعب من مباراه الهلال، وقدر النادي الاهلي يتخطى هذه المواقف. مثل هذه الجلسات بيبقى لها تفاصيل، فيها تفاصيل مهمه ولها تاثير ايجابي. ودايما كده بتشوف ليله المباراه لما الواحد كان بيبقى ليه الشرف ان وجود موجود مع البعثه في اي مباراه خارج مصر، بعد المحاضره الاخيره ليله المباراه تلاقي الفريق كده كله متجمع في مكان واحد، ودايما بيبقى الحديث عن المباراة والتركيز والإحساس بالمسؤولية وأهمية هذه المباراة من أجل إسعاد الجماهير. مثل هذه الأجواء هتشوفوها في مباراة الهلال، وهيكون في تركيز شديد جدا على مباراة الهلال، وإن الفريق دايما هيكون في حالة عزلة تامة من أجل التركيز الشديد في هذه المباراة وتخطي هذه المباراة الكبيرة. طيب أنا معايا على التليفون زميلي العزيز أدهم ندى اللي كان موجود النهاردة في تدريبات فريق النادي الأهلي، نطمن منه على الأجواء وعلى الأجواء المحيطة بالفريق. والنهارده كان في مران بدني مهم جدا قبل السفر إلى السودان. أدهم مساء الخير عليك. برحب بيك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الحبيب قناة النادي الأهلي. أدهم، النهارده كان في تدريب بالتأكيد مهم جدا، الجهاز الفني فضل أن يكون التدريب الأساسي في القاهرة قبل السفر للسودان. ملامح التدريب، ملامح القايمة، ملامح التشكيلة اللي أنت شفتها في المباراة أو في التدريب. كمان كان في يعني عايز اقول مش هقول خشونه قويه، لكن كان في حماس كبير جدا من عدد من اللاعبين في هذه التدريبه قبل مباراه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. اكيد يا محمد، التدريب النهارده كان ليه كبرى، مباراه هامه سيؤديها النادي الاهلي امام نادي الهلال السوداني في اخر جولات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بنتمنى التوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي. التدريب النهارده كان ليه اهميتين، الاهميه الاولى نفسي
عن طريق محاضره قويه جدا القاها المدير الفني ريني فايلر مدير الفني للنادي الاهلي على لاعبي النادي الاهلي، اكد فيه على ضروره الالتزام والانضباط وعدم التهاون امام المنافس واحترام المنافس. وبالاضافه لكده هو ان النادي الاهلي رايح للمكسب ولا شيء غير المكسب، لان النادي الاهلي عينه على تصدر المجموعه عشان ان شاء الله يبقى مشوارنا باذن الله قوي فيما هو قادم من ادوار. ده الجزء الاول. الجزء الثاني هو المران البدني القوي. ركز المدير الفني ريني فايلر على رفع الحمل البدني في التدريب، لان اكيد المباراه هتحتاج جهد بدني وذهني كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي. عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على حارسنا الكبير محمد الشناوي، ادى مران النهارده اكثر من رائع وتالق في تقسيمه. بطمن جماهير النادي الاهلي طبعا على محمد الشناوي، كنا محتاجين نطمن بعد مباراه النجم الساحلي، ولكن ادى مران اكثر من رائع. الحقيقه تالق في التقسيمه وليد سليماني كان ليه دور اكثر من رائع. كهربا رغم ان رمضان صبحي مش موجود في القايمه، لكن جاهزيه بدنيه وفنيه مع الوقت رمضان صبحي بيتالق وفورمته بتيجي بلغه الكوره. هي الفكره بس ان رمضان ما خدش مساحه وقت كبيره في التدريبات الجماعيه الفتره الاخيره، فبالتالي الجهاز الفني شاف ان مباراه زي دي هيبقى فيها التحامات وقوه بدنيه عاليه، ففضل ان هو يريحه عشان يكون جاهز للمرحله الجايه ان شاء الله. بالظبط يا محمد. وكان من كتر الحماس النهارده في التدريب كان احمد فتحي واليو بادجي الصفقه الحديثه نجمنا الحديث المنضم لصفوف النادي الاهلي كان تعرضوا لكدمه، ولكن رجعوا سريعا للتدريبات الجماعيه. بطمن جماهير النادي الاهلي عليهم على احمد فتحي واليو بادجي، ادوا مران اكثر من رائع وجاهزين بدنيا وفنيا للمباراه القادمه. طيب ادهم، في جزئيه مهمه، المران النهارده كان في قوه، كان في حماس، كان في حاله معنويه كبيره لدى الجميع عشان يبقى جاهز في التشكيله الاساسيه لمباراه يوم السبت. لمست ده على المستوى الشخصي، شفت ده جوه الملعب؟ لان انا كمان من الاخبار اللي كنت بشوفها مثلا احمد الشيخ خد خبطه يعني او كدمه كده من عمرو السوليه، اليو بادجي في التحام مثلا مع احمد فتحي، ده واضح ان النهارده الكل كان عايز يظهر كل ما لديه قبل المباراه الكبيره ان شاء الله يوم السبت. عنوان كبير يا محمد بيتصدر التمرين النهارده لاعبو النادي الاهلي مدركين ادراك تام لاهميه المباراه وقوه المباراه، وان جماهير النادي الاهلي منتظره منهم اداء يعبر فيه لاعبي النادي الاهلي عن النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي قادم للبطوله التاسعه. وده نابع من ان كمان ترأس بعثه النادي الاهلي بايقونه واسطوره النادي الاهلي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. من هنا بتيجي اهميه المباراه، من هنا بيجي حرص مسؤول النادي الاهلي على المباراه، وبالتالي زي ما بنقول ان اهميه المباراه انتقلت للاعبي النادي الاهلي مدركين المسؤوليه مدركين الالتزام من ناحيتهم تجاه جماهير النادي الاهلي، ان بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله يا محمد باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. زميل العزيز ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت حاضر لتدريب فريق النادي الاهلي قبل المغادره الى المطار والسفر الى السودان. كمان في اطار سفر الفريق والنهارده 21 لاعب موجود مع ريني فايلر في مباراه الهلال، عايز اشيد كمان وعايز اقول ان الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان موجود مع البعثه ومصاحب البعثه التي توجهت عصر اليوم الى السودان عشان يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في هذه المباراه الهامه. لذلك في حرص سواء على المستوى الاداري من مجلس الاداره سواء على المستوى الجماهيري، في جماهير موجوده هناك في السودان هتكون حاضره في هذه المباراه، وفي معلومات كده بتتقال على فكره حضور حوالي او تخصيص حوالي 500 تذكره كدعوه مجانيه لجماهير النادي الاهلي في حضور هذه المباراه. ده كلام كمان شيء طيب جدا، هنحاول نتاكد كمان من هذه المعلومات لما البعثه تصل ان شاء الله الى السودان، ونشوف كده الاستقبال، نشوف الوصول، نشوف استعداد الفريق ان شاء الله لمباراه يوم السبت. طالما الفريق او البعثه وصلت السودان نبدا بقى في الحديث الفني ونبدا نتكلم على جاهزيه الفريق لهذه المباراه، وازاي كمان الاخوه هناك في السودان كانوا مستعدين لاستقبال الفريق والتجهيز بشكل طيب لهذه المباراه الكبيره جدا يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء، اللي بالتاكيد الجميع في القاره الافريقيه مهتم جدا بهذا الحدث وبهذه المباراه، في ظل ان كل الفرق تحدد خلاص بشكل رسمي، ست فرق متاهله الى مرحله الدور ربع النهائي. وبالمناسبه قرعه كاس الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا لمرحله الدور ربع النهائي هيكون موعدها يوم الاربعاء القادم الساعه 7 هنا في القاهره في احدى الفنادق في 6 اكتوبر، هتكون قرعه دور الثمانيه سواء لدوري الابطال او كاس الكونفدراليه يوم الاربعاء الساعه 7 مساء. حتى الان ست فرق من دوري الابطال تحدد وصولهم بشكل رسمي، مازيمبي متصدر المجموعه الاولى مع الزمالك الوصيف، الترجي متصدر المجموعه الرابعه مع الرجاء المغربي الوصيف،
تتبقى فكرة بقى من سيتصدر المجموعة الثالثة، لكن الفريقان تأهلا، سواء سان داونز بطل جنوب إفريقيا أو الوداد المغربي تأهلا بشكل رسمي، لكن يتبقى من سيتصدر المجموعة من مواجهتهم المباشرة اللي هتكون موجودة إن شاء الله يوم السبت في بريتوريا. طيب نشوف كمان استعداد الإخوة في السودان لمباراة الأهلي والهلال. الصحافة السودانية كتبت عن إيه خلال الساعات القليلة الماضية بالنسبة للمباراة؟ جاهزية فريق الهلال أيضا، هل هناك غيابات؟ الصحافة كيف ركزت أو كتبت إيه عن هذه المباراة؟ معايا على التليفون الأستاذ محمد فضل الناقد الرياضي بصحيفة الجوهرة الرياضية السودانية. أستاذ محمد مساء الخير عليك، وسعداء بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي. مساء النور محمد، التحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة الأهلي لبرنامج الليلة، وأنا سعيد أن أطلع على يمكن هذه الإطلالة ونحن نتحدث عن ديربي كبير جدا بين الشقة الهلال والأهلي المصري. إحنا سعداء بوجودك معنا عبر الهاتف وعبر التليفون، وكل الإخوة في السودان بنتمنى لهم يا رب التوفيق في تنظيم هذه المباراة بشكل طيب، تعبر عن الروح الرياضية والعلاقة الطيبة بين جماهير الفريقين والعلاقات الطيبة على مستوى الشعب كمان بين الجماهير المصرية والجماهير السودانية. لكن قول لي الصحافة اتكلمت عن ايه؟ صحيفة الجوهرة الرياضية متخصصة في الأحداث الرياضية، المنشتات الكلام عن هذه المباراة كان في إطار ايه؟ اكيد يمكن يعني المباراة كبيرة جدا، يعني كانت مباراة عادية، مباراة استثنائية لطيفة وعلاقة يمكن الفريقين والهلال والاهلي يمكن يعني علاقة كبيرة جدا وتاريخ بار في الجذور، يمكن المشاركات الافريقية في كل بطولات الكأس الاتحاد الافريقي اذا كانت الابطال او الكونفدرالية، يمكن يعني كل التجهيزات على قدم الوثائق يمكن هذه معايشة هذه المباراة الكبيرة جدا والاستثنائية التي تأتي يمكن يعني في إطار تنافس، ولكن يبقى هو لقاء ديربي النيل المعروف الإثارة المتعة المنتظرة ما بين الفريقين الهلال والأهلي. يمكن التغطية مستمرة يمكن يعني لقيمة هذه المباراة، يمكن الإعلام المصري والسوداني يمكن يعني فتح مساحات كبيرة جدا للحديث عن هذه المباراة، جوانب تاريخية وآنية أيضا، جوانب أخرى في إطار هذه المباراة، بالتالي الكل يرتبط هذه المباراة بشرف وانتظار كبير إن شاء الله مساء السبت المقبل. تمام، الأجواء الجماهيرية والأجواء اللي صاحبت هذه المباراة خلال ال 48 ساعة وال 72 ساعة الماضية، وبعض الخارجين عن النص واللي حاولوا يثيروا يعني للأسف بعض الأمور السلبية أو يعملوا للأسف أمور سلبية في أمور متعلقة بهذه المباراة والأجواء المحيطة بهذه المباراة. الإخوة في السودان نبذوا هذا التصرف، وكان هناك موقف طيب جدا من المسؤولين في نادي الهلال ونادي والجماهير السودانية، وأيضا كمان المستوى الرسمي في السودان، وأيضا كمان نفس الأمر هنا في مصر خلال الفترة الأخيرة. تعليقك على هذا الموضوع، وده شيء طيب إن ده اللي بيدل على حرص المسؤولين في مصر والسودان على أنها مباراة في النهاية مباراة كرة قدم، الفائز عربي في النهاية، ومن سيتأهل أكيد سيكون هو الجدير بالتواجد في دور الثمانية. أكيد يمكن يعني الفائز إذا كان انتصر الهلال أو انتصر الأهلي، وانتصار يمكن لوادي النيل والشقة بين البلدين، الوقت يبقى يمكن النزال داخل الميدان هو بعيد عن كل هذه الحسابات، الجدير هو من يكسب في الميدان، لكن الجمهور حلاوة هذه المواجهات يمكن يعني قيمة هذه المباراة وأهمية والظروف الاجتماعية طبعا وترحمتها بعد يمكن يعني بعض النشاز، والنشاط موجود في كل مجتمع ليس فقط يمكن يعني هنا او هناك، لكن الكل معروف ان الجمهور السوداني هو مثال لدرجه كبير جدا، اذا نظرنا في التاريخ يعني مشاركات الانديه السودانيه والانتخابات يمكن في خلال الفترات الماضيه لم تحدث بادر يمكن يعني التفلتات من قبل الجمهوريه، بعض الصوت النشاز في الجمهور الهلال هو مثالي سوف يكون بالشكل المطلوب في تلك المباراه، والتشجيع في اطار يمكن الروح الرياضيه ليس يعني خارج عن كل تلك الاشياء، بالتالي يعني يبدا هناك جمهور تنافس هو امر عادي جدا، لكن لا يتعدى حدود الميدان، وتشجيع من اجل نصر كل فريق للاخر، بالتالي هي اشياء عاديه ولكن لن تاثر بصوره كبيره جدا على هذه المباراه، الجمهور الاستاذي مثل ما ذكرت تعرف وانت ايضا يعني هو لا يلجا ابدا مهما كانت الظروف يمكن لهذه الاشياء. النهارده كان في اجتماع مهم جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ مع اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال، وتم الاتفاق على بعض الخطوط العريضه المتعلقه بالمباراه، والكابتن سيد النهارده زار الملعب بعد موافقه نادي الهلال على زياره مسؤول الاهلي لتفقد ارضيه الملعب. هذا الاجتماع وهذه الاخبار يعني في السودان اكيد كيف رصدتوها؟ اكيد يمكن يعني هو
اللقاء يعني لم يخص طابع رسمي، هو لقاء ودي ما بين يمكن رئيسين او لناديين كبيرين جدا في البلدين وفي القاره الافريقيه، والحديث دائما ضرب في يمكن اللقاء التاريخي ما بين البلدين، افوا التعاون في المستقبل القريب ما بين الهلال والاهلي في يعني في جانب الاداره وتعلم الخبرات هنا وهناك، كذلك ايضا يمكن يعني الحديث ايضا عن تلك المباراه الشهيره يمكن الخطيبة التي يعني يزور هذا السودان هذه المره هو اداري، من قبل كان يمكن يعني في تلك المباراه واجهه الاهلي يعني كان ربما قد تكون يعني في بال مشواره الكره، وبالتالي ذكريات يعني مرت وتم تداولها. هذا تعرف بعض الشيء عن تجهيزات الهلال للمباراه ويمكن بعض الاستشارات التي يعني مفاهيم مغلوطه تم توضيحها يمكن للخطيب، لان كل شيء يصير ما يرام في تجهيز المباراه والخروج بشكل مثالي يرقى لقيمه علاقه الفريقين والبلدين. وجود الكابتن محمود الخطيب على راس البعثه ده حاجه بالتاكيد بتدي كمان للمباراه شعبيه وجماهيريه وقيمه كبيره جدا، لان كمان الكابتن الخطيب له شعبيه كبيره في السودان، ومثل هذه الاحداث الرياضيه تبقى فرصه طيبه لتلاقي الرموز ونجوم الكره سواء في السودان او مصر. والهلال سبق كان اكثر من لاعب كان موجود حتى واحترف في النادي الاهلي خلال فترات سابقه. اكيد يمكن يعني هذا ما ذكرته بالضبط، يمكن يعني هذه المباراه ليست تنافسيه فقط في الميدان لكن لديها جوانب اخرى يمكن اخويه تعاون وديات يمكن يعني وعلاقات وثيقه ما بين البلدين وبين يعني الناديين الهلال والبرغ، بالتالي زياره الخطيب يمكن يعني لديها اثر كبير جدا يؤكد اهميه المباراه بالنسبه للاهلي، وكذلك ايضا تقدير للهلال السوداني ياتي يمكن يعني الخطيب يمكن يعني عن طريق الكره المصريه واحد من العباقره والاساطير خاصه في النادي الاهلي وعدد من اللاعبين الاخرى، وكان ايضا شيء جميل جدا كما يعني كاردينال كان حاضرا في يمكن القاهره الاولى ظروفها كان حاضر في ورقه ملعب السلام، وبالتالي هذا في اطار الانديه الكبيره مثل الهلال والاهلي دائما مع الادارات تلجأ مثل هذه الاشياء يؤكد يمكن يعني الاحترافيه بالتعامل مع كل مباراه حقها اهميتها، وبالتالي هذا اكبر جانب كبير جدا وايجابي للفريقين وللناديين الكبيرين. محمد انت كنت موجود في مباراه الاهلي والهلال في استاد السلام، كنت موجود ومبعوث من صحيفه الجوهره وموفد من صحيفه الجوهره الرياضية إلى مصر لحضور هذه المباراة وتغطية هذه المباراة، وهتكون موجود في الملعب يوم السبت القادم. مباراة السبت حضور جماهيري كبير، هيبقى عدد التذاكر المتاحة قد إيه؟ ولو تعقد لمقارنة مشهد يوم مباراة الأهلي والهلال في القاهرة بنفس الحضور الجماهيري هيبقى في السودان يوم السبت، ولا الحضور الجماهيري هيبقى أكبر؟ لا هو يعني هو أصلا يعني مبدأ المعامل بالمثل، يعني يمكن يعني مثل ما يمكن يعني استضافه يعني اداره النادي الاهلي بصدر الرحب يمكن الجاليه السودانيه وجمهور الهلال الذي سافر يمكن لثلاث ليالي بالبر من انكره الهلال وصول لمواجهه اللاعبين في تلك المباراه ثم حضر يمكن فتح الابواب للمشاهده مواجهه الفريق، الان يمكن يعني الاتحاد والهلال خصص اكثر من 500 تذكره ل الجماهير الاهلاويه والمصريين اخواتنا المتواجدين معنا يتعايشون معنا في حياتنا اليوميه في السودان لمواجهه يمكن حق مشروع لكل الانديه في اطار علاقه بين الناديين، بالتالي الجمهور سوف يتواجد ايضا الجمهور الاهلي سوف ايضا يتواجد في مكان المخصص له لمتابعه مواجهه فريقه. محمد انا بشكرك، ورساله اخيره للاعلام وليك في السودان ولكل الزملاء، عليكم دور كبير جدا خلال ال 48 ساعة اللي جاية عشان تهدئة الأجواء، يعني كمان توعوا الجماهير قبل هذه المباراة الكبيرة، لأن في النهاية عايزين تخرج أو عايزين المباراة تخرج في إطار الروح الرياضية. أكيد يمكن يعني على كل يعني صحفي أو إعلامي في كلا البلدين يدرس قيمة الرسالة التي يقدم، يجب أن يتصدق من الأخبار لأن الكلمة تخرج ولا تعود، بالتالي يجب أن يتيقن مدى يمكن يعني الدلالة السلبية التي يمكن أن توفر بها التمعن، والتمعن أكيد يمكن يعني في إطار مصلحة الفريقين مصلحة البلد، بالتالي الإعلام دوره في يمكن الخروج بهذه المباراة بالشكل الجيد، نحن يعني بعض الأشواط النشاط هي موجودة في كل شيء لكن يجب أن لا يمكن نتعدى حدود يمكن الزمالة و البلدين الشقيقين ان شاء الله والدور كبير جدا منظمهم في تقديم صوره مثاليه للبلدين وللناديين في كل مؤسسه اذا كانت في مصر او في السودان.
الأستاذ محمد فضل خليل الناقد الرياضي بصحيفة الجوهرة الرياضية السودانية الأكثر انتشارا وأهمية في السودان، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق رب للإعلام السوداني في تخطيط هذه المباراة، وأن يكون على قدر الحدث في تهدية الأجواء وإيصال رسائل إيجابية للجماهير وتوعية الجماهير في هذه المباراة الكبيرة إن شاء الله يوم السبت القادم. دي كانت أخبارنا النهاردة المتعلقة بهذه المباراة، لكن سريعا عندي خبرين. طاقم التحكيم اللي هتدير مباريات الجولة الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا تم تحديدهم من قبل الاتحاد الإفريقي. في المجموعة الثالثة مباراة اتحاد العاصمة وبتر أتلتيكو الأنجولي هيديرها الحكم التونسي صادق السلمي، مباراة سان داونز والوداد هيديرها الحكم السنغالي داوودا جو، مباراة مازيمبي وزيسكو في المجموعة الأولى هيديرها حكم من زيمبابوي نورمان ماتيميرا، أول أغسطس الأنجولي والزمالك هيديرها حكم أريتري تيسجاي تيكلو، في المجموعة الرابعة الرجاء المغربي وفيتا كلاب الكونغولا هيديرها الحكم البتسواني جوشوا بوندو، مباراة شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي هيديرها الحكم المصري أمين عمر، والمجموعة الثانية اللي بتهمنا بالطبع مباراة النجم الساحلي والهلال نجم الساحلي وبلاتينيوم هيديرها الحكم من موريشيوس أحمد امتياز هيرال، ومباراة الهلال والأهلي بالطبع كلنا مهتمين بهذه المباراة هيديرها الحكم المغربي رضوان جيد. حاجة أخيرة، كابتن محمد التيمومي نجم الكرة المغربية في السبعينات والثمانينات ونجم الكرة المغربية في كأس العالم 86 في المكسيك كان تعرض لوعكة صحية جديدة ألمت به في إحدى المستشفيات في باريس على مدار 14 يوم كان في غيبوبة تم خلال الفترة الأخيرة، لكن الحمد لله فاق وأصبح الحمد لله في حالة طيبة وفي حالة طبية الحمد لله نوعا ما أفضل شوية من الفترة الأخيرة. كل التمنيات هنا من قناة النادي الأهلي ومن جماهير النادي الأهلي وكل المسؤولين إلى الكابتن التيمومي نجم الكرة المغربية، بنقول لك ألف مليون سلام عليك، إن شاء الله تقوم بألف سلامة، تخرج من إحدى المستشفيات في باريس معافى إن شاء الله وسالما، وكل التمنيات يا رب بالشفاء، ونطمئن على الكابتن التيمومي يا رب خلال الفترة القادمة، لأن الكابتن التيمومي أحد النجوم اللي كان بيمتعونا في الكرة المغربية والمنتخب المغربي مع عزيز بودربالة وجيل كان جيل عظيم جدا في الكرة المغربية، كنا سعداء بهذا الجيل، حتى في مبارياته مع منتخب مصر كانت صعبة جدا، يمكن الانتصار الوحيد كان عام 86 في كأس الأمم، لكن بشكل عام كانت دايما الكرة المغربية في مبارياتها مع منتخب مصر صعبة جدا بسبب هذا الجيل اللي كان أبرز نجومه الكابتن التيمومي. ألف مليون سلام عليك وإن شاء الله نطمن عليه خلال الفترة الجاية، وبعد ما تكون حالته الطيبة إن شاء الله وحالته الطبية أفضل هنعمل بتأكيد تليفون معاه أو من أحد المسؤولين عنه ونطمئن عليه إن شاء الله لأنه يكون على شاشة قناة النادي الأهلي، وده الدور المهم جدا اللي قناة النادي الأهلي بتقوم بيه مع كل نجوم الكرة العربية والإفريقية والتواصل المباشر مع كل الفرق والأندية سواء العربية أو حتى الإفريقية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة فنية هتستمتعوا بيها لأن النهاردة ضيفنا دكتور أو كابتن أحمد فوزي، لما بيتكلم في الكورة بيتكلم بمعلومات وبيتكلم بأرقام وبيتكلم بإحصائيات، وهتستفيدوا بهذه الفقرة بالتأكيد لأن هنلقي الضوء على تفاصيل فنية مهمة جدا في مباراة الهلال والأهلي، كمان أبرز النجوم في الفريقين، هل في غيابات ممكن تكون مؤثرة في أي من الفريقين، وإن كان الهلال هيكون كامل العدد مفيش عنده غيابات ولا عنده غيابات بسبب إيقافات، لكن في النهاية هنشوف الرؤية الفنية لدكتور أحمد فوزي في الفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة. أخرج إلى فاصل، دكتور أحمد فوزي بعد الفاصل وحديث عن المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني فيها نجم كبير حارس مرمى كان متميز وفي التحليل بجد ليه مستقبل كبير جدا، لان بجد انا على المستوى الشخصي بستمتع لما بقعد اسمعه في الفترات السابقه في اي حتى ظهور لي في اي قناه فضائيه. دكتور او كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق والمحلل الفني لمباراه الهلال والاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم. دكتور احمد منور الدنيا واهلا بيك. منورك، ومش عارف اقول لك ايه المقدمه اللي انت بتقول عليها دي، يعني ما استحقش نصها، ربنا يكرمك. لا خالص والله بجد بامانه، متشكرين جدا، ربنا يكرمك، ويعني يا رب ان شاء الله يكون وش حلو على الاهلي ان شاء الله يوم السبت بامر الله باذن الله ان شاء الله. طيب بدايه اي حاجه انا عايز بس اقدم خالص تعزينا
للاثنين الكبار من جماهير النادي الاهلي، اذا كان حسين فكري او عمده الاهلاويه في الامارات استاذ عماد محروس، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. اثنين مؤثرين، وان كان حسين فكري ديزاينر على احسن ما يكون، شغال في حتت كتير تبع النادي الاهلي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وان شاء الله ان شاء الله يعني تتحقق امانيهم ان شاء الله ببطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله. يا رب باذن الله. امين يا رب. أمين. ان شاء الله. طيب عايز ادخل في المباراه على طول. تمام. لكن هدخل في المباراه منذ ان انتهت مباراه النجم الساحلي. تمام. فوز الاهلي على النجم نفسيا وفنيا ازاي يتاثر بيه الاهلي او يكون له تاثير ايجابي للاهلي قبل مباراه الهلال؟ طيب بدايه نتكلم نفسيا المباراه دي كانت حجر الزاويه زي ما بيقولوا، كان لازم عشان تروح بمعنويات مرتفعه ماتش الهلال ان انت تقدر تفوز على النجم، وده شيء طبيعي. كان في فرصه ان انت تتعادل برضه وتكسب الهلال هناك، بس كانت هتبقى ليك فرصه واحده مش فرصتين. انت دلوقتي ليك فرصتين انت تصعد، اذا كان المكسب هتصعد اول او تعادل هتصعد تاني في المجموعه. انما هي نفسيا فرقت معاك جدا، خلت اللعيبه روحها تعلى. فنيا لو اتكلمنا فنيا، يمكن مستر فايلر اعتقد المباراه دي جرب يعني ناس كتيره لعب بطريقه يمكن مش كل الناس كانوا مستريحين لها. بعد ما حرزنا الهدف في الشوط الثاني ما كناش بنروح كتير، وكنا بندافع وخايفين على الجون اللي احنا ودي مش عادتنا. يعني احنا عادتنا بنجيب، ويمكن بعد الهدف اخر 10 دقائق في الشوط الاولاني رحنا بواحده واثنين وثلاثه. انما الشوط الثاني اللعيبه كانت خايفه، وده ده ده, ده يديك مؤشر سلبي شويه في المباراه. انما اعتقد انه هيديك مؤشر ايجابي جدا بعد بكره، لان اللعيبه هتبقى عارفه قيمه التعادل مع المكسب. بس ده ان دل على شيء بيدل ان انت كنت حريص قوي انك تحقق انتصار في هذه المباراه، ايا كان الاداء، انك في نفس التوقيت عايز تكسر الحاجز النفسي انك تبقى رايح السودان وانت متصدر. تمام. انت عندك كذا فرصه، ما تبقاش رايح عشان تكسب وبس. اكيد ده زي ما بقول لك كانت يعني كان خوف زياده من اللعيبه، لان مش عايزين يفقدوا الفرصه اللي هي زي ما بيقولوا بروحين. بالظبط. لا يبقى يعتمدوا على حاجه واحده، فدي طبعا نعذرهم فيها، نعذر تواجد الجماهير وضغطهم عليهم، نعذرهم في حاجات كتير، ولكن اللي غير مقبول مش هتقدر تعذرهم يوم السبت بصراحه. يعني يوم السبت الجماهير مش هتقدر ان شاء الله تعذر لاعبي الاهلي اكتر من كده. اعتقد ان جمهور لعيبه النادي الاهلي راحه وراها 70 80 مليون دعوات مصريين اهلاويه كتير، لازم يكون في تركيز في المباراه. ناهيك ان الماتش بعد بكره، الراجل المدير الفني الجديد دون بيلعب ب 3 4 3. يعني طول البطوله كان بيلعب الهلال 4 2 3 1. الراجل اللي جه اسمه الفاتح باين، الفاتح النجر. الفاتح النجر المباراه اللي فاتت في زيمبابوي بيلعب 3 4 3، بيعتمد على طيران الاثنين الباك رايت، اذا كان طاهر خليه ده لما يجي لوقته، يعني اذا كان فارس عبد الله او طاهر لان كمان عنده اثنين هيستعيدهم في هذه المباراه، نصر الدين الشغيل وابو عقل عبد الله. تمام. وابو عقل ده يعني زي ما هو العقل المفكر زي ما بيقولوا لما كان بيلعب. فانا بقول لحضرتك فنيا الاهلي ما استفادش كتير من مباراه النجم، هو استفاد نفسيا ومعنويا فقط لا غير. انما فنيا يمكن من اقل مباريات النادي الاهلي اللي بيلعبها في الفتره في الثلاث شهور اللي فاتوا دي، من وجهه نظري يعني، انا برضو مهما كان دي وجهه نظري. انما ان شاء الله دي هتدينا. المباراه اللي فاتت كانت هي حجر الزاويه عشان نقدر نخش المباراه دي واحنا بفرصتين. وهو احيانا لما بيبقى في مباراه حجر الزاويه او عنق الزجاجه بالمعنى اللي هو الصحافه لما بتتكتب، تمام، عنق الزجاجه دي معناها اللي انت بتبقى عايز تكسب ايا كانت الظروف المحيطه حواليك. بس انا ما يفرقش معايا اي حاجه غير الثلاث نقاط، والحمد لله ده اللي واضح. من عشان كده بقول لك بعد ما جبنا الجون هاجمنا شويه، من اول الشوط الثاني حسيت ان الفرقه ابتدت تدافع وخايفه وتامن النتيجه، والحمد لله ان احنا برضو تكتيكالي يعني تكتيكيا ان احنا عرفنا نحافظ على ال 45 دقيقه. هم ما ضيعوش غير الشوط الاولاني لو تفتكر، هم ضيعوا كورتين في الشوط الاولاني، طبعا شالهم الشناوي باقتدار، نتمنى له التوفيق ويمشي على كده برضو. طبعا انما الشوط الثاني هم ما راحوش بحاجه مهمه، ولكن كانوا ماسكين الكره في نص الملعب، امسك الكره زي ما انت عايز، بس الدفاع بتاعنا كان واقف مظبوط، وده اللي احنا نتمناه يبقى موجود بعد بكره ان شاء الله. طيب من مباراه النجم اللي هي مباراه الهلال، الجهاز الفني في تعامله مع اللعيبه، اللعيبه مع نفسها وهي قاعده بتتفكر في الماتش وبتركز في الماتش، الاجواء المحيطه دي انت كده عشتها جوه النادي الاهلي، تمام، بتبقى ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، تفاصيلها دي ازاي؟ في تفاصيل صغيره بتبقى من المدير الفني للعيبه، وفي تفاصيل داخليه ما بين اللعيبه وما بين بعضها. بمعنى الحارس بياخد مثلا في قاعده كده بعد العشاء بتاع، بياخد الاثنين ثلاثه اللي هيلعبوا قدامه
ما يفرقش معاه هو بيلعب مين، يعني سي مثلا ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود متولي، اي واحد ممكن يبقى سيرت باك قدامه، بيقعدوا هم مع بعض. خلي بالك لما تبقى الكره في الحته دي انت لازم تبقى متواجد في الحته دي، انا ممكن اطلع، فلما اطلع الكروسات لازم انت تنزل تغطيني تحتي عشان لو انا لا قدر الله قلشت فلازم تبقى تكون موجود، لو ما وصلتش للكوره لازم تبقى كده، لما حد يخش على ال18 عندهم واحد بيعمل فاولات كويس قوي، مش عايزين فاولات على ال18 فلازم نطلع نقابل من بره، ولو دخل بينا جوه نحاول نحلق من بعيد ما نتزحلقش، ما يبقاش دي مثلا ناحيه اليمين زي مثلا احمد فتحي، محمد هاني بيلعب معاهم، قدامهم مثلا حسين الشحات بيلعب قدامهم، كهربا بينزل بيتكلموا انا لما اطلع اجي، انا لما اطلع الباك رايت، لما اطلع خلي بالكم عندهم واحد بيطير فارس عبد الله ده بيلعب بيطير ناحيه الشمال عندنا اللي هي ناحيه اليمين بتاعتنا الشمال بتاعتهم، لما فارس عبد الله يطير وانا طلعت كملته في كوره لازم يا كهربا تنزل مكاني او ينده على عمرو السوليه او ينده على اليو ديانج يغطي مكانه عشان الحته دي ما تبقاش مكشوفه في ظهرنا، وده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله واحنا بنحلل المباراه. ولكن في العموم كل 3 4 موجودين على فكره بتبقى اعداد، يعني ايه اول ما بيسافروا بيبقى اول يوم غالبا بيبقى تعب وارهاق ونوم، تاني يوم هو اللي بيبقى فيه كل الكلام دون، قبل المباراه بساعتين 3 الكلام ده بيزيد اكتر، وخصوصا لما بتعرف الفرقه الـ كل ناس كل خط بيعرف بيقعدوا يتكلموا مع بعض انت هتعمل ايه، حتى بعد كلام المدير الفني لان في تفاصيل صغيره بين اللعيبه وبعضها مش لازم المدير الفني هيقول لك على كل حاجه، هو ممكن يديك خطوط عريضه في ماتش زي ده بالذات هيقول لك هيديك خطوط عريضه تمشي عليها، انما التفاصيل الصغيره دي عند اللعيبه وعند خبرات اللعيبه، عشان كده اتمنى ان اللعيبه ذات الخبره تكون موجوده بعد بكره ان شاء الله اللي يمثلهم اذا كان احمد فتحي اذا كان رامي اذا كان وليد سليمان عاشور اكرامي عاشور يعني بص خارج الملعب المتاح خارج الملعب هم ليهم دور اقوى من الموجودين في الملعب بس انا بتكلم بس في الملعب لا انا عايز برضو يعني اتمنى احمد فتحي فتحي, وليد فتحي سليمان. معلول وليد سليمان ربيعه يعني دول الخبرات اللي موجوده في الفرقه دلوقتي في الفرقه الاساسيه، ولكن اعتقد دول هيبقى ليهم تقل كويس جدا 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 في المباراه. طيب لو ادخل في التفاصيل الفنيه في مباراه الهلال والاهلي، هبدا الاول بفريق الهلال. تمام حضرتك اتكلمت على طريقه لعب اختلفت عن الفترات السابقه أكيد. ويمكن اول مباراه لفتح النجر كانت مباراه البلاتينيوم. تمام فممكن تكون دي فلسفته مع نادي الهلال بطريقه 3-4-3. طيب بعد عوده نصر الدين الشغيل وابو عقل عبد الله تمام. ممكن يغير الاستراتيجيه ولا هو ده تفكيره وفلسفته في المباراه؟ لا هو مش هيغير، هو الراجل جه لقى عنده ميزه مهمه جدا، اطهر الطاهر ثاني هداف في الفرقه، يعني لو اتكلمت بالارقام الهداف الفرقه محمد موسى الضي 21 سنه لعيب كويس جدا جدا جدا، جاب 4 اهداف في بطوله افريقيا و4 اهداف في الدوري، هم في الدوري بتاعهم هم الثاني ب 32 نقطه وعندهم ماتش مؤجل، المريخ الاول ب 35 نقطه لو كسبوا هيتعادلوا مع المريخ، عندهم اطهر الطاهر لعيب كويس جدا سريع 23 سنه امل السودان في الحته دي، بيلعب باك رايت من فوق، يعني ايه باك رايت من فوق؟ هو لقى عنده ان اطهر الطاهر حتى هو بيلعب 4-4-2 وهو اللي جاب له الجون خلي بالك في النجم الساحلي وهو بيلعب 4-4-2 اطهر الطاهر على طول طاير، طب يعمل ايه؟ يوقف له واحد سيرد باك يدافع مكانه، نفس الكلام فارس عبد الله، وخلي بالك دول اخطر اثنين لعيبه في الفرقه، الفارس عبد الله ده اللي بيلعب باك ليفت، فارس عبد الله رقم 22 واطهر الطاهر رقم 26 بالظبط كده، فارس على طول طاير لقدام ناحيه شمال طاير على طول، فبرضه الراجل اول ما جه فكر انه يلعب ب 3-4-3 عشان يقفل خط الدفاع ويطير الاثنين الطرفين، وفي الوقت ده هيبقى عنده نقطة واحدة بس، ممكن يلعب 3-1-3-3 ودي اللي أتمنى إنه يلعب بيها بكرة، لأن دي هتدينا مساحات كبيرة قوي 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 في الملعب، إنما لو لعب باتنين ديفندر اتنين قاطعي كرات، يعني الولد مؤمن عصام ده خلي بالك عنده 19 سنة، مؤمن عصام ده بيلعب في نص الملعب عنده 19 سنة قاطع كرات جيد جدا جدا جدا، بس الناحية التانية محمد عبد الوهاب دراج أو محمد دراج رقم 29 محمد دراج بيهاجم كتير، ابو عقله لما كان بيبقى موجود وخلي بالك يعني ممكن ابو عقله ما يبتديش لان هو هيبقى عايز حد يقطع له كور كتير، ابو عقله من النوع اللي بيمسك كوره وبيلاعب الناس اللي قدامه تمام، فالراجل لعب 3-4-3 ليه؟ عشان يامن الجناحات بتاعته تمام. ويلعب على المشكله الرئيسيه عندنا ورا خط الدفاع ورا احمد فتحي من هنا او ورا علي معلول من هنا ودي دي دي مشكله كبيره جدا لو لم ننتبه ليها بكره او يوم السبت هتتعبنا جامد جدا، عشان كده انا اتمنى يعني معلش يعني هي حاجه ما لهاش دعوه بس انا اتمنى من مستر فايلر انه يلعب في الحته دي ايمن اشرف ما يلعبش علي معلول، عايز تلعب علي معلول لعبه قدام ايمن اشرف
هو الالتحامات في فريق الهلال بيتميز بالالتحامات ولا بيتميز بالكره على الارض؟ كره على الارض الالتحامات ما بيعملهاش غير في الاخر لما يكون مزنوق بيلعب الكره الطويله على عماد محسن العراقي اللاعب العراقي رقم 14 وممكن بيلعب ساعات وليد الشعلة ساعات بيبقى طرف شمال ساعات كتير جدا يدخل وليد الشعلة جوه ويبقى عماد ومن تحتيهم بيلعب احرف لعيب فيهم اللي اسمه محمد مختار تمام. ده ساعات بس هو في العموم محمد مختار بيلعب طرف يمين وليد الشعلة بيلعب طرف شمال وقدامهم عماد محسن. طب هو ليه هيبتدي بعماد محسن ومش هيبتدي محمد موسى الضايق؟ الفرق بين عماد ومحمد محمود ومحمد موسى الضايق ان عماد سريع جدا وهو بدا بيه مباراه بلاتينيوم تمام هو بدا بيه عشان يهد في الاثنين بالسرد باكات وينزل الضاي بينزل اخر ربع ساعه نص ساعه بيهدف له وده بيحصل في مباراه بلاتينيوم واعتقد انه هيبتدي بيه بعد بكره لان هو هيلعب انه الاثنين السرد باكات بتوعنا الراس حربه اللي هو عماد محسن العراقي ده يهد فيهم لحد ما يجي وقت معين يلاعب محمد موسى الضاي اللي هو يعتبر الهداف بتاعهم واحسن لعيب فيهم على فكره لعيب كويس جدا 21 سنه يعني خلي بالكم عليه انا اعتقد انه مش هيكمل في السودان يعني اعتقد انه هيحترف قريب ان شاء الله. على الناحيه بقى المهم عشان نكمل برضو الخط ده انت عندك في لعيب صغير اسمه سليم محمد ده رقم اعتقد 21 لعيب كويس جدا بس ما بيدلوش يعني هو الماتش اللي فات حتى ما ادلوش ما نزلش خالص. في نصر الدين الشغيل ده راجل صاحب خبرات لعيب كبير في السن وعنده خبرات ومن الناس اللي تقيله لو نزلت انما هو دلوقتي عشان قلل واحد في خط النص الاثنين السرد باكات اللي بيلعبوا رجع عبد اللطيف سعيد او اللي بيقولوا عليه علي عبد اللطيف بويه اهو بوي. او علي بوي ماشي الناحيه الثانيه بيلعب عمر حسن بهاء الدين والصمويل المرغني ده بيلعب اخر واحد في الملعب. الصمويل المرغني ساعات ليبرو ساعات بيلعب ما هو عشان بيلعب 3 4 بيلعب 3 ورا فالصمويل بيبقى اخر واحد عمر حسن بهاء الدين على شماله وعبد اللطيف بوي على يمينه. دول الثلاثه اللي بداوا مباراه بلاتينيوم تمام دول الثلاثه اللي ابتدوا عشان كده انا متوقع انه زي ما لعب مباراه بلاتينيوم هيلعب الاهلي زي ما لان الدوافع عنده في مباراه بلاتينيوم زي الدوافع في مباراه الاهلي لازم يكسب زي ما الاهلي كان دوافعه الماتش اللي فات ان انت لازم تكسب عشان تقدر تروح باريحيه شويه ماتش الهلال هو برده كان لازم يكسب لازم كسب اللي فاتت واللي في دماغه ان هو يكسبك بعد بكره وان شاء الله مش هيحصل فاعتقد ان مكسبنا كله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في اللي هيلعب رقم 10 اذا كان قفشه او وليد سليمان. ليه بتراهن على ايه طيب. في الحته دي هو لما بيلعب 3 تمام انت بقى الناحيه الثانيه بتلعب ايه 4 2 3 هو الاول 3 الثالث بتاعهم ساقط تحت الاثنين ولا قدام الاثنين؟ لا ما هو ده اللي انا كنت المفروض اكمله لك انه الكوره معاهم المرغني بيطلع نص الملعب عشان يزق محمد دراج قدام ويبقى هو اتنين ديفندر هو ومؤمن عصام لو الكوره مش معاهم بينزل تحتيهم تمام بس بقى ايه سرعه تحوله بقى هي دي هو سريع جدا بس يمكن يكون بطيء تفكير فانت عايز نقله بس هي دي لو قفشه او وليد سليمان اول كوره يمسكها لانه هيبقى فاضي خلي بالك انت عندك ثلاثه ديفندر او اتنين قدامهم واحد اذا كان اليو ديانج وعمرو السوليه قدامهم قفشه او وليد سليمان اللي هيلعب مكان رقم 10 ده مكسبنا في المباراه زي ما قلت لك لا قدر الله خسارتنا هتبقى ما بين احمد فتحي طرفين والربيعه هو بيلعبوا خلف الظهيرين بالظبط يعني ده لا قدر الله ده دي نقطه الخساره الكبيره عندنا او الا ما انت ساعتها هتثبتهم انت هتثبت الباكات ما هو بقى دي حاجه ثانيه خالص ممكن اواجه الكلام ده العب 4 سرد باكات بالعرض طبعا هتقول انت بتهرج اقول لك لا دي حقيقه انا العب 4 يعني احمد فتحي يبقى بره يبقى واقف لوليد الشعلة والناحية الثانية أيمن أشرف يلعب على محمد مختار وعندك سرد باكين هيلعبوا على عماد محسن تمام وهتحرر الثلاثة اللي في نص الملعب مش هتبقى محتاج إن أنت تلعب باتنين ديفندر يعني ممكن تلعب بأليو ديانج والسولية يبقى قدامه يبقى تلعب 4-1-2-3 فاهمني يعني مش يبقى السولية وديانج الاثنين على خط واحد لا ده انا هخلي ديانج ليبرو متاخر في نص الملعب ايوه ديانج ليبرو متاخر وقدامه الاثنين بقى يبقى قفشه وعمرو السوليه يلعبوا بالعرض تمام في الحاله دي هنمسك كوره كتير جدا في نص الملعب هتعمل استحواذ هتعمل منطقه نص الملعب وعندك لعيب يقدر ينقل الكوره لقدام وهيبقى عندك على طول واحد زياده في نص الملعب على طول واحد زياده في نص الملعب لان هم الاربعه اللي بيلعبوا في نص الملعب منهم طرفين
واثنين ديفندر بس. بس انت بتتكلم ان ايمن اشرف وقدامه علي معلول، دي وجهه نظري. عشان يعني السرعات وعشان التامين الدفاعي اهم من الحته دي، ومعلول عنده الحته الهجوميه ما شاء الله. يعني دي وجهه نظر، ممكن اكيد طبعا مستر. انا بتكلم في النهايه بنقدم في الاول وفي الاخر للناس من خلال متابعتنا للفريق. اقتراحات ممكن تلاقي مثلا بيلعب برده بعلي معلول وقدامه مثلا شايف احسن مننا، قدامه كهربا قدامه وليد سليمان، وهيلعب بواحد اشول ناحيه الشمال. وهقول لك ليه. هقول لك بص، يعني الاغلب انه هيلاعب وليد سليمان عشان لما ينزل يدافع، لان وليد من احسن الناس اللي بتلعب في الحته دي وترجع تدافع. علي معلول عنده الحته الدفاعيه ضعيفه شويه لو هيبتدي يلعب باك ليفت. فكهربا مش 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 عنده الحته الدفاعيه قويه شويه. الشحات نفس الامر، يمكن اجاي ممكن يبقى كويس فيها جدا. فهو يا وليد سليمان يا الشحات، انما هو لو هيثبت علي معلول هيلاعب وليد سليمان او جيرالدو او جيرالدو عشان مش اجاي او لا او جيرالدو عشان يبقى واحد مكان علي معلول في الكروسات اللي هيعملها لبادجي بقى او لمروان او 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 او، فيبقى عايز واحد يلعب بشماله لان علي معلول هيبقى ثابت ده لو ثبته. انما لو طير علي معلول وثبت ايمن اشرف دي حاجه تانية خالص. فانا بقول لك في افكار كتير جدا 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 للمباراه. اعتقد ان مستر فايلر اكيد اكيد الكلام ده عدى عليه، واكيد شاف مباراه بلاتينيوم وشاف ماتش النجم عندهم، لان خلي بقى هم بيمتازوا بالعشوائيه. كلمه صعبه شويه. بمعنى كتير قوي بيلعب 3 4 3 بتتقلب 4 4 2 غصب عنهم. بس في نقطه، وانت بتحط تقييمك لهذه الجزئيه لازم تختلف الرؤيه لان المدير الفني اتغير. ما هو انا بقول لك عشان هم بيلعبوا الى حد ما بعشوائيه. انت لو اتفرجت على ماتش لو اتفرجت على بلاتينيوم، انا شفت ماتش بلاتينيوم كله على الهوا وشفت النجم على الهوا. هم خسرانين من النجم، ان النجم في شوائق ممكن يروح يجيب جول واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. هي دي بقى الحتة اللي انا بقول لك عشوائية. طول ما احنا صابرين وواقفين كويس جدا هنروح نهدف. الغريب في مباراة النجم وتأكيدا لكلامك، سليمان كوليبالي لما لعب هذه المباراة ما كانش راس حربة. طبعا كان في نص الملعب. عشان ياخد انطلاقات. عشان عايز حد سريع، لان هم مشكلتهم بيهاجموا بعشوائية زي ما بقول لك. لما بتحس ان هم مخنوقين والدنيا عندهم صعبة مش عارفين يجيبوا جون فتلاقيهم طايرين. عشان كده انا بقول لك لو استنينا الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني هتلاقيهم طايرين وعندهم مساحات كبيره جدا جدا جدا، وده اللي لازم بادجي يكون موجود فيه. يعني انا ممكن ابتدي مروان، بس بادجي لازم يبقى ليه اخر نص ساعه. دي وجهه نظري. لو احنا 0-0 ممكن حسب مجريات المباراه بس انا بقول لك لازم يبقى فيه في اخر المباراه أفضل ناس الحلول. عندها سرعات افضل الحلول ناس عندها سرعات عشان تروح على الجون باريحيه، لان هيبقى في عندنا مساحات كبيره ان شاء الله. طول ما هم ما احرزوش ان شاء الله يبقى عندنا. عشان كده مباراه الهلال مع النجم في رادس كانت شكل ومستوى حاجه، مباراه ام درمان مستوى تاني خالص. لان في تونس الهلال كان زون وبيلعب على المرتده، تمام. في مباراه ام درمان حصل العكس، تمام. كان فاتح ودايما كان النجم هو اللي عنده الانطلاقات بالظبط. طيب عشان كده ده يترجم ان الهلال اللي بره بيكسب وعلى ملعبه بيبقى عنده مشاكل. ما زي ما قلت لك اطهر الطاهر بيعرف يزيد في الحته دي زي ما قلت لك. فارس عبد الله الطرفين بيطيروا كويس جدا جدا جدا، عندهم سرعات تتمثل في الشعله، تتمثل في الضي. الولد عماد محسن ده سريع جدا، اللي هو العراقي سريع جدا. فهم لو هيلعبوا على المرتده هتواجهنا مشكله، خاصه ان احنا عندنا نسبه بطء صغيره في خط الدفاع. مش بس هم مش هيلعبوا على المرتده، ده كده هيبداوا ضغطين. عشان كده ايه بقى، هم هيبتدوا ضاغطين، فدي بقى هتفرق معانا احنا. هم ما عندهمش بقى السرعات اللي انا بكلمك فيها في خط الظهر بتاعه. خاصه عمر حسن بهاء الدين ده اللي لعبه ناحيه الشمال الماتش اللي فات. ده لو لعيب سريع عليه هياخده مشاوير كتير جدا. اللاعب رقم 18 اللاعب رقم 18 بالظبط. انا مش حافظ ارقام، انا حافظ يعني عشان أسامي. الجمهور بس لما يجي يتفرج على الماتش يبقى عارف الارقام قريبه منه. فده لو لعبنا عليه بواحد سريع لعيب سريع هياخده ويروح بيه كتير جدا جدا جدا، خاصه في الناحيه اللي هي الكره هتبقى مرتده غالبا ان شاء الله. ودي اعتقد ان ماتش بعد بكره احنا لازم نقفل زون ديفنس كويس جدا ونلعب على المرتدات، واعتقد مكسبنا هيكون من على المرتدات. كمان في نقطه مهمه ودايما انا بسمعها على طول من كل المدربين او اللعيبه، ربع ساعه الاولى لازم تستغلنا انك يعني ايه تهدي حماس الجماهير. طيب محتاجه بقى باص كتير، محتاجه ما اعرفش انتوا بقى لعيبه كوره او كنجوم كوره بتفكروا فيها ازاي وتعملوها ازاي. انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت بره النادي الاهلي. لما كنت بلعب بره النادي الاهلي كنت دايما بقول للفرقه اللي معايا وانت بتلعب الاهلي خلي بالك من حاجتين. اول 10 دقائق في الماتش والدقيقه 90 واخر 10 دقائق في الماتش. تمام. النادي الاهلي معظم اهداف انا بقى لما كنت يعني كنت ببقى موجود فبحذر اللعيبه بتاعتي من النادي الاهلي. اول 10 دقائق في الماتش لان الاهلي بيضغط في الاول خالص
عشان يخلص المباراه بدري بدري ويستريح، او في اخر 10 دقائق لو هو مضغوط بتلاقي الاهلي بيتحول ال11 بيتحولوا ل22 عفريت بصراحه يعني. تمام. فعشان كده كنت دايما بتكلم في النقطه دي، حتى واحنا في النادي الاهلي دايما يقول لك ايه، ركز في اول 10 دقائق من الشوط واخر 5 دقائق من الشوط، اول 10 دقائق من الشوط الثاني واخر 5 دقائق من الشوط الثاني. عشان كده النادي الاهلي لو ابتدى يمسك كوره من بدري وهمدهم في اول 10 دقائق، اعتقد الفرقه دي هتتعصب بسرعه وتفتح خطوطها بطريقه كويسه. انما المهم ان احنا اهم حاجه ما نستقبلش هدف طول الشوط الاولاني، ده مهم جدا جدا جدا. آه طبعًا. جدا طبعًا. طبعا عندهم نقطه قوه كبيره جدا متمثله في جمال سالم الحارس الاوغندي. الحارس الاوغندي حارس كويس جدا. وعلى فكره مش كبير في السن، انت عارف جمال سالم ده 26 سنه، من سنتين كان بيلعب في المريخ. هو حارس منتخب اوغندا، هو حارس الثاني لان عندهم بوندوا اسمه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، حارس مرمى سان داونز. سان داونز اسمه ابو شعر ده اسمه. حارس مرمى سان داونز. طيب مش وقته، مش جاي معايا. المهم فجمال سالم الحارس الاحتياطي، بس هو بيلعب في السودان من زمان جدا. لعب للمريخ 3 سنين وراح الهلال، هو دلوقتي موجود في الهلال بقاله سنه. حارس جيد جدا، ويمكن هو سر مكسبهم لما راحوا كسبوا في تونس. تمام. الماتش اللي فات سر مكسبهم في الشوط الاولاني ويمكن لقطه في الشوط الثاني كان كويس جدا جدا جدا. حتى لما جم لعبونا هنا احنا كسبناهم 2-1، المفروض نكسبهم 5-6. كان هو كان جيد جدا جدا وكان ليه دور كبير في المباراه. فده يعني لازم نخلي بالنا منه ولازم نشتغل عليه مره واثنين وثلاثه عشان يغلط. حارس سان داونز دينيس اونيانجو. لا دينيس اونيانجو. تمام. اونيانجو الاول وجمال سالم الحارس الاحتياطي بتاعه. طيب اكيد حارس مرمى ليه ايجابيات وعنده سلبيات او عنده نقط ضعف. نقط الضعف اللي عند جمال سالم. طيب اكبر نقطه كره عرضيه، اكبر نقطه عند جمال سالم في الكرات العرضيه، يمكن هو في الشوتينج وفي رد فعله تحت الثلاث خشبات كويس جدا، انما الكرات العرضيه هو يمكن عنده سنه زياده يعني هو تخين شويه صغيرين، فالكرات العرضيه ما بيلحقش الكره لما بتقع منه التراي الثاني بتاعه بيبقى ضعيف، فلو كملنا عليه في كل كوره هنقدر نوصل ونجيب اهداف. انما اكتر حاجه عنده مشكله فيها هي الكروسات والكرات العرضيه. لكن في التسديدات في الانفرادات لا هو كويس قوي في الحاجات دي. الانفرادات وحش في الانفراد كويس جدا كويس جدا وبيطلع كويس جدا. عشان كده نصيحه لعيبه النادي الاهلي لما تقرب من جمال سالم العب من بعيد، العب المساحه، العب من 5-6 ياردة فرق، ما تحاولش تقرب منه 2 ياردة او 3 ياردة لانه هيطلع ياكلك ويقفل كويس. ياكلك ياكلك. ما هو انت في وضع في وقت من الاوقات انا كمدرب يعني مدرب حراسه لما اقول بيني وبين المهاجم اطلع اقول له كله 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 يعني قرب منه خش هيخاف منك ويتخض. وبعدين بجسم جمال سالم لا اي حد هيروح عليه ياكله. طيب دي النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه لفريق الهلال السوداني. عنصر الخبره عندهم مش كبير خالص، بتتكلم في لاعب او اتنين بس. ده هم ما فيش غير اسمه ايه، ما فيش غير نصر الدين الشغيل بس وما بيلعبش تمام. انما كلهم اعمار سنيه صغيره، 26 سنه جمال سالم، عبد اللطيف علي بوي ده برده 26 سنه، مؤمن عصام مواليد 2000. بس مؤمن عصام ما لعبش ماتش بلاتينيو، بس هيلعب بكره عشان هو هيلعب بكره انا متاكد. تمام. ابو عقله يمكن مش لا لعب، مؤمن عصام لعب رقم 17. لا انا متاكد ان هو لعب. انا متاكد والله. ماشي. اطهر الطاهر 23 سنه. طيب. فارس عبد الله 25 دراج، حتى الضي 21 سنه، الراجل اللي اسمه ايه اللي هو بتاع العراق ده، عماد محسن 26 سنه، مفيش حد في سليم محمد الاحتياطي 20 سنه، مفيش محمد مختار 25 سنه اللي هو الهفريت. فهم ما عندهمش حد يتعدى ال 28 سنه، عشان كده لما بتقف معاهم بيهاجموا بعشوائيه وما عندهمش خبرات. فالخبرات لازم تكون في مصلحتنا الماتش اللي جاي. طيب كناحيه بدنيه ده في صلاحهم للاسف، الاعمار السنيه دي في صلاحهم للاسف. هم بيجوا في الاخر ما بيتعبوش. لما تفكر بالراحه بس ماتش نجم هناك جابوا الجون في الشوط اخر الشوط الثاني صح. تمام. ماتشنا هنا جابوا الجون في الدقيقه 93 مظبوط. ماتش زيمبابوي جابوا الجون في الدقيقه 85 او 86 تمام. ايه تاني؟ ايه الماتشات التانية اللي جابوا فوق؟ لا ماتش الرايح ما جابوش هناك. لا في زيمبابوي لا جابوا في الشوط الاولاني وجابوا في الشوط الثاني. عموما هم بدنيا عندهم قوه بدنيه جيده جدا، بيكملوا ال 90 دقيقه وما فوق بيكملوها بطريقه مميزه. فاحنا لازم يعني مش دي الفرقه اللي انت هتقع منك الشوط الثاني بدنيا. ما دي جزئيه مهمه انا باكد عليها معاك، لان برضو لازم ندي دي معلومه للناس. فريق الهلال السوداني في مباراته مع النجم الساحلي في رادس
جاب جون في الدقيقه 76 اخر ربع ساعه من المباراه. تمام. في مباراته مع بلاتينيوم جاب جون في الدقيقه 86، يعني اذا فريق بدنيا واقف على رجليه لغايه اللحظات الاخيره والثواني الاخيره، لكن فقط كناحيه بدنيه هم متميزين فيها، لكن كناحيه فنيه وخبرات لا بيفتقدوا هذه الجزئيه. واللي اكد عليها الدكتور احمد ان هم هجوم بيبقى فيه هجوم عشوائي جدا نتيجه ان مفيش خبرات، مفيش امكانيات كبيره عند اللاعبين على المستوى الجماعي كمان. اخر حاجه عايز اقولها بس الهلال في ملعبه اسوأ من بره، ولو انه على ملعبه قليل جدا لما بيخسر ماشي، بس كوره اسوأ من بره. طب انا هقول لك حاجه، انت عارف دول في الماتش اللي هو بتاع دور ال 32 كسبوا فرقه رواندا دي، اتعادلوا معاها 1-1 هناك و1-1 بره، وصعدوا لما تعادلوا 0-0 في ملعبه ما جابوش جول. تمام. الماتش اللي بعده الفرقه بتاعت انيمبا النيجيري اتعادلوا بره وكسبوا بالعافيه 1-0 في اخر 10 دقائق. وصعودهم لينا انت لما تشوف البطوله هم كسبوا 2-0 بس فرقه بتاعت اسمها بتاعت زيمبابوي 2-1 بلاتينم 2-1 2-1 في السودان خسروا على ملعبهم من النجم الساحلي. وان شاء الله احنا برضه هنكسبهم بامر الله، انما هم نتائجهم بره احسن بكتير من نتائجهم جوه. ده حقيقي. وده دليل على ايه؟ دليل ان هم في توتر، لان هم برضه ارجع اقول لك صغيرين في السن ما عندهمش خبرات، وان شاء الله الاهلي يعتمد على النقطه دي وتبقى مكسبنا بامر الله. ودي الجزئيه اللي كنت عايز اتكلم فيها في حته العامل النفسي. تمام. العامل النفسي انت هنا في مباراه النجم خبراتك قدرت تكسر الحاجز النفسي وتاخد الثلاث نقاط. اكيد. في السودان المنافس بتاعك هو اللي عايز يكسب. اكيد. انت عايز تكسب وممكن تتعادل، لكن هنا العامل النفسي انت بقى كفريق نادي الاهلي ازاي تستفيد بيه ويكون ضغط على المنافس. بدايه انا لو لعبت على التعادل هخسر. ده بدايه كده. الف ب. الف ب كوره. لو انا في المحاضره قلت للعيبه احنا عايزين نطلع بنقطه. ولكن ده ما بيحصلش. يعني فاعتقد ان الراجل بكره هيلعب على الثلاث نقاط. انما العامل النفسي بقى انت تعالى بقى نتكلم، انت البطوله دي ما خدتهاش بقالك كام؟ 7 سنين. 2012 دوري ابطال. 13 دوري ابطال. 7 سنين. كونفدراليه. تمام؟ 7 سنين. ما وصلتش. خرجت السنه اللي فاتت برقم كبير، اللي قبله بقالك سنتين بتوصل نهائي وبتخسر. اللعيبه اللي جايه دي كلها عارفه ان هي جايه النادي الاهلي بياخد الدوري، ودي حاجه مش مشكله، هي جايه عشان خاطر بطوله افريقيا. تمام. وجايه عشان نقاتل على بطوله افريقيا. مستر فايلر جه عشان خاطر بطوله افريقيا، والتعاقد كان لو ما خدتش بطوله افريقيا فانت اوت، مش هنكمل معاك. ده قبل ما يحصل، قبل ما نشوف يعني امكانياته دلوقتي. ده كلام الجمهور وقتها لما كانش عارف في امكانيات المدرب اللي جاي. بالظبط. اي بالظبط. لا وكان التعاقد سنه واحده. ما هو عشان تقدر تدي نفسك اريحيه في التقييم بعد كده. فانت دلوقتي المدير الفني جاي عشان افريقيا، اللعيبه اللي الاهلي جابها عشان افريقيا. كل الشغل. كل اللي احنا بنعمله مجلس الاداره، كل اللي بيوفره مجلس الاداره عشان بطولات افريقيا. فانت تخيل ان بكره ماتش بعد بكره ماتش بثلاث نقاط، محتاجين ايه؟ محتاجين قلب ومجدعه ورجوله من كل لاعب. بص سيبك بقى من كل اللي قلناه، الفنيات دي كلها، كل الفنيات دي اي حد في الدنيا هيقولها. تمام. انما اللي محدش هيقوله ومحدش هيعرف يخترعه قلب وروح ومجدعه واصرار روح الفانيله الحمراء. اصرار فانيله النادي الاهلي. روح الفانيله الحمراء دي ما بتبانش غير في الماتشات دي. بالظبط. ولو لم يتحلى بيها اللاعبين الماتش اللي جاي يبقى سوري يعني ما يستحقوش يلبسوا الفانيله الحمراء. انما الطبيعي ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ننزل نكسر الدنيا ونبذل اقصى ما في وسعنا عشان نكسب، مش عشان نتعادل، عشان نكسب. ولينا بنط ايجابي الا وهو انت جاي كسبان النجم الساحلي ورايح تلعب الهلال هناك وهو خايف انه يتعادل او يخسر، فهو هيبقى نازل بكل العشوائيه. انت بقليل من التركيز والهدوء ان شاء الله ان شاء الله هتطلع كسبان المباراه، ولكن مع القتال. القتال مع اهم حاجه. الروح. بص الروح دي هي كل حاجه في البني ادم. عباره عن ايه البني ادم؟ جثه. لو اتشالت منه الروح ملوش طعم، ما بيقدرش يتحرك ولا يتحرك ولا يقوم ولا يجري. تمام. لما بتتحط فيه الروح بيعمل كل حاجه في الدنيا. صح. هي الكره كده، لو الكره اتلعبت من غير روح واصرار كره اي حاجه بتجري في الملعب وخلاص، انما لو جواها روح هتشوف حاجه تانية خالص، جرينتا زي ما بيقولوا، الجرينتا الايطاليه لازم تظهر معانا ان شاء الله ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله باذن الله. طيب عدم الاستقرار الفني، الهلال كان عنده اكتر من مدرب اتغيروا الفتره الاخيره. تمام. كابتن حماده صدقي عمل نتيجه ليهم لم تتحقق في تونس منذ سنوات. تمام. وبعد ذلك مشي وجي فتح النجر هو المدير الفني الحالي. تمام. عدم الاستقرار الفني ده بيبقى ليه تاثير ايه على اللعيبه؟ مش بتكلم في الملعب، بتكلم على اللعيبه نفسها. طيب
الاول المدير الفني الاولاني مشي في ماتش الاهلي تمام، جه كابتن حماده صيدي عمل نتيجه ايجابيه بره وخسر جوه، وحصل مشاكل عشان الراجل ما جابلوش اللعيبه اللي هو طالبهم، وجه فتح النقر، وفتح النقر هو جاي فتره انتقاليه عايزين يعدوا ببطوله افريقيا. اللعيبه في الوقت ده بتبقى حاجه من الاثنين، يا اما بتبقى زهقانه من فرقتها وزهقانه من ال رئيس مجلس الاداره لان هو اللي بيغير كل شويه، يا اما بتلعب لاسمها، ودي اكتر حاجه اخاف منها. لو اللعيبه بتلعب لاسمها هتقاتل على اسمها ومجدعتها، مش هيفرق معاها المدير الفني. هي دي اكتر حاجه انا اخاف منها، يا رب يا رب يكونوا زهقانين. او المدير الفني يلعب على الجزئيه دي، يا ريت. لو بص، لو المدير الفني هيلعب على الجزئيه دي هتبقى مشكله كبيره لحن، لان هيبقى هيتحلوا بالروح جامد جدا جدا جدا، هيلعبوا اساميهم. انما لو هيلعبوا عشان الـ زي ما بيقولوا كده ان هم يكسبوا ويوصلوا افريقيا، لا احنا روحنا اقوى منهم. وخلي بالك الروح لما تتساوى هتلاقي مباراه عاليه، حاجه تانية. المهارات تفرق، المهاره بتفرق، الروح لما تتساوى، انت داخل بروح وانا داخل بروح، انا مهارتي اعلى، لا بقى انا هكسبك. انما لو انت، لو انا مهارة، لو انا روحي قليله وانت روحك اعلى انت اللي هتكسب تمام، والعكس لو انت روحك قليله وانا روحي عاليه انا اللي هكسب. انما لما تتساوى الروح، المهارة والخبرة. عشان كده ان شاء الله ان شاء الله اتوقع ان شاء الله ان احنا على اقل تقدير هنكسب، مش هنتعادل، هنكسب اتنين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب على المستوى الاخر بقى وعلى الجانب الاخر، فريق النادي الاهلي تمام. فايلر اختار 21 لاعب لهذه المباراه، يمكن طبعا قائمه الاهلي الافريقيه حاليا فيها 29 لاعب تمام. في خمسه مش موجودين في القائمه خلاص الفتره الجايه تمام. سعد سمير، حمدي فتحي، صلاح محسن، لا محمد محمود سوري، صلاح محسن وازارو وصلاح جمعه، وصلاح جمعه، ادي الخمسه اللي مش موجودين. فبتولد بقى معاك 24، ال 24 النهارده في ثلاثه خرجوا منهم، احمد الشيخ ومحمود وحيد لاسباب فنيه، ورمضان صبحي لعدم الجاهزيه والاكتمال الشفاه بنسبه 100%. فبالتالي معاك 21 لاعب في المباراه، منهم ثلاث حراس. منهم ثلاث حراس. اول حاجه هبدا معاك بمركز حراسه المرمى تمام. الحمد لله يعني الشناوي ماشي بشكل كويس جدا تمام. استقرار في المركز ده هايل، لكن في مباراه كبيره زي دي قدراتك وخبراتك وامكانياتك ازاي توظفها لصالح الفريق والكلام اللي بينك وبين خط الدفاع، وكمان دور مدرب الحراس مع الجهاز الفني. بص خلينا نعترف ان الشناوي في تصاعد، مفيش مكسب للنادي الاهلي الحمد لله، مفيش مكسب للنادي الاهلي. حتى لما الاهلي بيكسب خمسه الشناوي بيبقى ليه تصدي بيغير مجرى المباراه، وانت كسبان 1-0 تمام، بيجي لك تصدي يغير نتيجه المباراه من 1-1 تجيب الثاني والثالث والرابع. الماتش اللي فات تصدى الكورتين في اول ربع ساعه، كانوا ممكن يغيروا مجرى المباراه ويضغطونا اكتر، وكان تصدين هايلين. ما فيش مباراه الشناوي ما بيطلعش بتصدي كويس، اللهم احفظ التايمنج والعوذ برب الفلق، العوذ برب الفلق العين. يعني ماشي التايمنج الحمد لله كويس ما شاء الله. الولد ماشي كويس جدا، المدرب الاجنبي فارق معاه كويس جدا جدا، غير المدرب الولد عايز، الولد عايز يثبت وياخد بطوله افريقيا. خلي بالك دي ما خدهاش، هو لعب كاس عالم، لعب كاس امم، عايز ياخد بقى كاس افريقيا تتكتب في تاريخه. ما خدهاش لحد دلوقتي، ولازم ياخدها عشان تبقى اسمك لعبت في النادي الاهلي لازم تاخدها ان شاء الله. فان شاء الله يعني الولد عايز يثبت ده، ماشي بمستوى هايل جدا جدا جدا. اعتقد في تفاهم كبير جدا بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم مع الشناوي، وكتر لعبهم مع بعض ابتدى الاول كان الشناوي عنده تسرع في حتت معينه، ما بيبقاش متكلم مع السردباكات بتاعته، فكان بيخرج ساعات والسردباكات تروح تخبط فيه، وده حصل قبل كده. انما دلوقتي لحد ما ابتدى يبقى في تحسن في الجزئيه دي، في استفاده كتير جدا اذا كان منه او من السردباكين بتوعه اللي بيلعبوا قدامه. عشان كده انا شايف ان من 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 نقاط القوه بتاعتنا بعد بكره ان شاء الله هو الشناوي وخط الدفاع تمام. الاربعه اللي قدامه، قبل الاربعه اللي قدامه كمان الشناوي بقى عنده حته مهمه جدا، تايمنج الخروج ونقل الهجمه. طيب يمكن نقل الهجمه دي مع مع مستر فايلر، او دي من اهم اولويات مستر فايلر لما تمسك العب على طول. يعني مستر فايلر دي مطلوبه في الهلال؟ مش، لا بالنسبه لي انا، لا بالنسبه لك لا، لا خالص. حته بقى انا بسالك في حته فنيه كحارس مرمى، بيني وبينك انا يعني لو انا ال 90 دقيقه اخلصهم 40 دقيقه 40 دقيقه ما هو انت بص خلي حتى بقى. لو انت فنان عالي الاوتات بتاخد وقت، الكرانر، الفاولات، لا 40 لعب اساسي. انا بقى الكره تطلع اوت، امسك الكره واعدي 6 ثواني واحطها على الارض، اهمد الناس كلها، حتى خلي اللعيبه اللي قد استفز اللعيبه اللي قدامي عشان تبقى اوت اوف كنترول. ده في الكوره، ده في عرف الكوره طبعًا يعني طبعا في عرف الكوره، وبيبقى جزء من الخطه الفنيه اكيد
اكيد يعني بدل ما العب 70 دقيقه 75 دقيقه، ما انت كده كده في 15 في وقت ضايع بتاع الفاولات والكرانر والتغييرات و و و لا طب ما انا اشيل منهم 25 دقيقه، ايه يعني لما اخد انذار بكره؟ ايه يعني يا بقى يوم السبت هيفرق معايا حاجه؟ وحتى لو بشكل مشروع ممكن تعملها بذكاء وبخبره عادي، وهو ما عندوش انذار قبل كده والانذار هيتشال بعد كده في دور الثمانيه فمش محتاجينه تمام. فعشان كده انا بقول لك ايه يعني انا لو مكانه لا هعرف اخد انذار بكره واضيع وقت واضيع 50 دقيقه واضيع 40 دقيقه واعرف اشتغل يعني ما انقلش الهجمه لا لا مش يعني اهدى تمام اهدى تمام. كل ما انا بهدى كل ما هم بيتوتروا والدنيا بتتفتح لينا اكتر عندهم في خط الدفاع فانا اعتقد ان مستر فايلر بكره هيقول له اهدى شويه ما تتسرعش خليك هادي اصبر خد وقتك زي ما بيقولوا، انما برضه ما تضمنش انا مش عارف ممكن الراجل يكون عايز يكسب هناك دايما ليه فلسفه ليه فلسفه غريبه واحنا مالناش دعوه بالحاجات دي وفي الاخر الحمد لله يعني الحمد لله بيحقق النتيجه في النهايه احنا مالناش دعوه هو يقول يعمل اللي هو عايزه في الاخر هو اللي هيتحاسب هو مش هيتحاسب دلوقتي على الماتش والماتشين والقطعه والقطعتين على سيزون كامل هو هيتحاسب على سيزون كامل واعتقد ان هو جاي وعارف هو جاي فين وبيأدي ازاي وان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتبقى ماشيه كويس معاه. طيب دور وسط الملعب طبعا انت خط الدفاع كنت هتتكلم عليه في الوقف وما يتحركش كتير وما يتقدمش وان يكون كل واحد حافظ مركزه لكن قلت لي الاربعه اقرب حاجه في خط الدفاع انا لازم العب كومباكت في 50 متر او 40 متر بمعنى لو خط نص الملعب عشان دي مشكله كبيره جدا بتواجهنا كتير ديانج وعمرو السوليه بيرجعوا مع خط الدفاع اللي ورا وبيسيبوا جاب كبير قوي مع خط الهجوم وليكن 30 يارده او 35 يارده عايز تقرب الخطوط انا لازم بقى ايه خط الهجوم هنا خط النص بعديه المفروض ان خط الدفاع ياخدوا رامي ربيعه ويطلع يخلي الحركه في 40 يارده صعودا وهبوطا بمعنى انا لو لقيت الناس بتهاجم عند ال 18 لازم اخد لعيبتي واقف في نص الملعب لا ده اللعب دلوقتي فوق الدايره بشويه يبقى انا تحت الدايره بشويه نص ملعبي يبقى من ال 18 للدايره لان انا مش عايز اسيب لهم مساحات عشان السرعات هم عشان عندهم السرعات. سرعات كويسه جدا بتتمثل في الراس حربه واطهر الطاهر وفارس عبد الله يعني دول اكتر ناس عندهم سرعات ولو انت بصيت في المجمل الناس دي بيجيب اهداف ليه اطهر الطاهر ده بيجيب هدف رجليه تقيله وسريع الماتش لما جاب فينا جون هنا كان باك رايت بيلعب باك رايت هو اللي جاب فينا جون هنا 2-1 ده دخل لغايه الطبقه دخل 6 يارده 6 هو ايه باك رايت ل6 يارده عشان سرعاته وقوته ما شاء الله يعني جاب جون في النجم الساحلي هناك شوطه قاعد يجري من نص الملعب من على 18 وراح شايط تمام فهم عندهم السرعات دي فانا لو ما لعبتش كومباكت في 40 متر متحركا صعودا وهبوطا هلاقي عندي مشاكل كبيره جدا تمام فدي اهم نقطه اعتقد ان لازم تكون موجوده بعد بكره بالنسبه لخط الدفاع تقارب الخطوط وان الدفاع يكون قريب من نص الملعب تمام تمام ادي واحد اثنين لازم ما اسيبش جاب ما بين باك رايت يعني باك رايت والسرد باك لناحيته والناحيه الشمال باك ليفت والسرد باك لناحيته ولازم لما علي معلول مثلا يروح يقابل السرد باك ده يطلع بره وده يضم واحمد فتحي يجي ما يلعبش باك رايت بقى خالص لازم يضم يقفل كده واللي ينزل على الطرف الناحيه الثانيه الراجل بتاع نص الملعب تمام لازم التحرك ده يبقى موجود عشان اقفل ورا علي معلول من هنا والناحيه الثانيه اقفل ورا احمد فتحي عشان ما اتضربش من الحتت دي الاطراف دي نقطه مهمه جدا 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 دور ديانج في الجزئيه دي ايه؟ طيب ديانج بيتميز بالناحيه البدنيه واللياقه البدنيه العاليه وقاطع للكرات بشكل كويس جدا هايل ماشي ديانج في الحته دي هيبقى ليه دورين يا اما ينزل يقفل على الراجل اللي هيلعب تحت راسين حربه او تحت الراس حربه لان هم بيلعبوا 4-3 ساعات كتير جدا 3-4-3 دي بيحط 2 راس حربه وتحتيهم واحد ففي الحته دي ديانج هيبقى تحت الايه ماسك اللي هو رقم 10 بتاعه او ديانج في الحته دي هيروح يغطي مع علي معلول لو ما نزلش الطرف الشمال اذا كان بقى كهربا وليد سليمان جيرالدو اي حد موجود في الحته دي ديانج هو اللي هيروح يواجه في الحته دي وعمرو السوليه هيقرب منه عشان نعمل نقدر نضغط هنا وخلي بالك النادي الاهلي اقل لعيبه بتحصل على انذارات و بيقدروا يسترجعوا الكوره في جزء 3 ثواني و7 من 10 تقريبا ده المعدل بتاعهم فدي نتيجه لحاجه واحده بس ان الخطوط متقاربه وان متقاربه وان ديانج والسوليه ورا الكوره في اي حته في الملعب يمين شمال هتلاقيهم على طول بيروحوا وبينزل قفشه يلعب نص ملعب في الحته البعيده ودي ميزه مهمه جدا كل ما قفشه وديانج يروح على الكوره لازم هنا بقى وقت القطع هو وقت مكسبك
انت مكسبك مش 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 الكره معاك في ماتش بعد بكره. عشان تكسب مش هتكسب الكره معاك، انت هتكسب في الكره لما تبقى مع الخصم. اول ما تقطعها هتلعب باص لاي حد يوصلك للجون بسرعه. انما لو الكره معاك هتلاقيهم برضو بيدافعوا معاك وهم عندهم قوه بدنيه وبيقدروا يكملوا 90 دقيقه للاخر. عشان كده قطع الكرات في الجزء ده هيبقى مهم جدا 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 بالنسبه لنص الملعب. بالنسبه لنص الملعب، طيب امكانيات السوليه وديانج في جزئيه ثانيه مهمه جدا في الناحيه الهجوميه. تمام. الاثنين بتميزوا في اللعب بوكس تو بوكس. تمام. ونقل الهجمه او حتى الشوط. تمام. هل ممكن توصل مرحله انك تستفيد بالسوليه وديانج في التسديد على المرمى؟ اكيد اكيد، ده من اهم عوامل مكسبنا بكره، ان احنا هنبقى زياده في نص الملعب. فالثلاثه اللي في نص الملعب لازم يطلع منهم واحد يشوط، لازم يكون في واحد منهم يصوب، اذا كان بقى قفشه وليد سليمان اي حد بيلعب رقم 10، او الاثنين ديفندر اذا كان السوليه او ديانج. والميزه بقى في الاثنين ايه؟ ان هم مربوطين بسلك. الميزه اللي فيهم ان هم مربوطين بسلك. السوليه قدام هتلاقي ديانج واقف تحتيه، ديانج بيهاجم هتلاقي عمر الاثنين ما بيروحوا يهاجموا هم الاثنين، ودي اهم حاجه عشان لما الكره تتقطع يكون في واحد منهم يقطع الكرات. يعني دي اهم حاجه، واحد طالع واحد نازل، واحد بيهاجم الثاني واقف في ظهره وهكذا. ودي اهم ميزه في الاثنين، بيعرفوا يعملوها كويس قوي مع بعض. خلي بالك يعني الاثنين ممكن يكونوا كويسين جدا في قطع الكرات، بس لو هما الاثنين على خط واحد في كل الاوقات كره بينيه من النص هتضرب الاثنين. انما لما يكون واحد قدام واحد ورا حتى لو اتعمل الكره بينيه ده هيروح يغطي وده هينزل مكانه، والعكس صحيح لو كده برضو كره بينيه ده هيروح يغطي والتاني ينزل مكانه. عشان كده في جميع الاوقات انا زي ما بقول لك هم مربوطين بسلك، صعب جدا تلاقي الاثنين بيهاجموا في حته واحده، لا بتلاقي واحد قدام وواحد وراه، وده اللي بيخلينا نسترد الكوره في اقرب وقت. تمام. دايما الاهلي بيتميز بالاستحواذ. حلو. ودايما الاهلي قدرته على الاستحواذ بتبقى عاليه قوي. يمكن مباراه النجم الساحلي كانت قريبه مع النجم 52 الاهلي 48 النجم، عشان ممكن فكره ان انت خوف. عايز تكسب وخوف من المباراه والنتيجه والكلام ده كله، ده بيحصل وبيبقى وارد لما تكون مباراه في عنق الزجاجه. تمام. لكن مباراه الهلال الاستحواذ ونسبته هتبقى مهمه جدا بالنسبه لك، ولا انت في مباراه زي دي مش محتاج الاستحواذ؟ لا ده انا لازم الاستحواذ ده يخرجهم بره تركيزهم. كل ما الكوره معايا هم هيتجننوا عايزين ياخدوا الكوره، يستردوا الكوره بسرعه لان هم عايزين يكسبوا. فاسترداد الكره بالنسبه لهم اهم حاجه عشان يقدروا يهاجموا. ما انت طيب. عشان تقدر تهاجم لازم تاخد الكره الاول من الفرقه اللي قدامك. الملعب طيب عليه عنصر مهم جدا، فكره الاستحواذ برضو. حلو. اعتقد ملعب الهلال مش وحش، ملعب كويس جدا. خلي بالك النهارده الكابتن سيد كان ليه طلب مهم جدا، ان هو طلب يزور الملعب، وحتى رئيس النادي الهلال اشرف الكارتينال وفي اجتماع النهارده كان ودي في مقر الهلال وافق ورحب، والكابتن سيد زار الملعب وشاف الملعب على عن قرب قبل ما يكون موجود بكره كمان. تمام. لا انا عارف ان النجيله بتاعته كويسه، انا رحت قبل كده، النجيله بتاعت ملعب كويسه جدا. هي المشكله في الاضاءه، الاضاءه وحشه قوي. ماتش 9 بالليل. لا ده الاضاءه بتاعت ملعب الهلال ده وحشه قوي، بس اتحسنت على فكره الفتره الاخيره. حتى لو اتحسنت برده ستيل لسه وحشه. اسمع كلامي بس، يعني هي الاضاءه بتاعت الملعب ده وحشه جدا. ليها تاثير؟ بتفرق؟ يعني مش انت كحارس مرمى بقى ولعبت في الملعب ده وشايف. ايوه ماشي، انا شايف، انا ما لعبتش فيه صراحه، انا كنت قاعد احتياطي، بس انا بقول هقوله لك اقصد يعني نزلت انا نزلت شايفه انا شايف ان الاضاءه خاصه عند المرميين ضعيفه شويه. فدي ممكن تفرق مع الاسترايكر وتفرق مع الحارس، لانه لما بيطلع من حته ضلمه لحته فيها نور الكشافات بتخبط في عينيه. يعني الكشافات تحت بتخبط في عين الحارس، لو كره عاليه من الناحيه دي او من الناحيه دي بتخبط في عينيه. ودي اكيد اعتقد اكيد شريف اكرامي هيقولها لمحمد الشناوي لانه ما جربهاش قبل كده. فدي يعني ان شاء الله تبقى حاجه مهمه. انما في العموم الملعب ارضيته كويسه جدا، هتساعدنا على الاستحواذ بطريقه مميزه. المشكله لو في مطر، لو في مطر الملعب هيبقى تقيل جدا. ما شفتش يعني، متهيألي الجو في السودان حاليا ما تضمنش. يمكن البعثة الحمد لله لسه واصلة من شوية، نحاول نعرف الأجواء هناك طب ايه. طب يا ريت والله. بس يعني هو عموما لو ما فيش مطر إن شاء الله الملعب هيبقى كويس جدا جدا جدا، ودرجة الحرارة في الوقت ده مش ممتازة. وحشة مش وحشة ممتازة. أعتقد إن شاء الله هتبقى يعني أحسن تواجد تلعب في كرة في السودان دلوقتي. بالظبط. الأجواء إن شاء الله إن شاء الله قريبة من جو أسوان شوية. أيوه هي أسوان يمكن أعلى سنة صغيرة في الحرارة، بس يعني تعتبر هي أسوان. وتسعة بالليل هيبقى الجو ربيعي أساسا كمان. أكيد. فأنا أعتقد الملعب هيساعد على الاستحواذ، وكل ما تستحوذ اكتر ان شاء الله بعد بكره كل ما يبقى المكسب حليفك ان شاء الله. طيب ودي نقطه كانت مهمه جدا، لان نقطه فنيه عند فايلر بشكل كويس جدا وشكل ايجابي، ان شاء الله نستفيد بيها في مباراه الهلال السوداني وتكون عامل ايجابي ان شاء الله يا رب لفريق النادي الاهلي. طيب ما بين مباراه النجم الساحلي ومباراه الهلال الحمد لله ما كانش فيه دوري. تمام. ما لعبتش مباراه انبي. تمام. وتاجلت طبعا نتيجه التعديلات اللي حصلت من الاتحاد الافريقي. تمام. الاسبوع ده ما ضغطتش، ما لعبتش مباريات محليه، ايجابي ولا سلبي؟ فرصه للجهاز يعمل استشفاء ريكفري لعضلات اللعيبه في الفريق،
بتحسبها ازاي بقى كحارس مرمى وكخبره جوه الفريق؟ احنا ضغطنا فيها، احنا مش مضغوطين ولا يعني احنا ما خدناش راحه كبيره. لا احنا مضغوطين على طول. لا لا انا قصدي ايه؟ قصدي الماتش بين النجم وبين الهلال احنا واخدين ست ايام. لا ست ايام بالظبط، لعبنا حد هنلعب سبت. حد وسبت تمام. الست ايام دول خدنا منهم 48 ساعه راحه. عمل يوم استشفاء وريكفري ويوم راحه 24 ساعه راحه بالزبط. يعني يعتبر 48 ساعه راحه، ما نزلوش الملعب. بتجهز بعد كده اللعيبه، تديهم يوم عالي شويه او متوسط الحمل في اول يوم يجوا فيه، وبعد كده بتنزل النهاردة. يوم خفيف النهارده وبكره، بكره التمرين اللي هي التريننج الخفيف اللي ما بيقعدش 50 دقيقه او 55 دقيقه والماتش بعد كده. فانت الحمد لله. تخيل بقى لو احنا لعبنا الماتش اللي فات اللي هو كان محطوط ماتش امبي ده، ده احنا كون يعني هيبقى مشكله كبيره وهنفقد ناس. وخلي بالك كل ما بتلعب ماتش اكتر كل ما بتحمل على اللعيبه دي، الراجل بيحاول يريحهم بقدر الامكان. والحمد لله الحمد لله ان الماتش اتاجل، واعتقد ان تاجيل المباراه دي بالنسبه لنا ليه مفعول السحر. ليه مفعول السحر؟ ليه مفعول السحر؟ لان كتير من اللعيبه كانت محتاجه الراحه دي، كتير من اللعيبه محتاجه الاستشفاء دي. اذا كان الشناوي، اذا كان ربيعه، وانا شايف انه في الماتش اللي فات ما كانش موفق، فكان محتاج الاستشفاء انه بيلعب على طول. ربيعه اقول لك على مفاجاه وناس كتير ما تعرفهاش، رامي ربيعه كمل مباراة النجم الساحلي بعد ربع ساعة وايده كانت فيها كدمة كبيرة جدا النهاردة، حتى وفي تدريبات امبارح والنهاردة قربت تدب رباط ضغطه، يعني كان الحمد لله الحمد لله ان هي ما وصلتش للكسر. طب الحمد لله. يمكن انا عايز اقول لك معلومة، يمكن يعني انا عايز اقول على حاجة يا جماعة، وكويس ان دكتور احمد فتح هذه الجزئية. والله صدقوني في لعيبة بتوصل لمرحلة انها تكمل المباراة وهي عندها كدمة قوية جدا او خبطات قوية جدا نتيجة اصابات بتحصل في المباراة عشان يدي فرصة للجهاز الفني يعمل تغييرات. وانا معاك. ظهرت في لقطة الشناوي. تمام. لكن المفاجأة ليكم اللي عايز اقول لكم عليها ان رامي ربيعه في مباراة النجم الساحلي كمل المباراة بالكامل، وهو عنده خبطة قوية جدا في ايده لما نزل في احدى الالتحامات مع كريم العريب اللي هو مهاجم فريق النجم الساحلي. تمام. طبعا يشكر ويتشال على الراس، ولكن انا بتكلم على الاتيتيود، المردود بتاعه، المردود بتاعه ما كانش في احسن حالاته. تمام. انما طبعا يشكر ويتشال على الراس، وهو الشناوي، والشناوي طبعا كل انه ما رضيش يطلع وكمل المباراه في وقت زي ده وفي وقت مضغوط زي ده برضه يتشال على الراس وتتحسب له. انما انا بقول لك يعني ربيعه يمكن كان سيء شويه عشان بيلعب على طول، بيلعب على طول. علي معلول نفس القصه، عايز يريح كمان وحماس طبعا. السوليه وديانج عايزين يريحوا. محمد هاني يمكن بيلعب فترات قليله فمش قصه راحه. الشحات كان عايز يريح، جايه كان عايز يريح، لعيبه كتير كانت عايزه تريح. فقصه ان المباراه يبقى ست ايام فرق دي حاجه هايله جدا، وده الطبيعي في اي حته في العالم. احنا اللي بنضغط نفسنا هنا بنفسنا، انما في العالم كله انت بتلعب يوم سبت او حد او جمعه، هم بيضغطونا بنفسهم بس هم اللي فالموضوع صعب جدا. اعتقد ان احنا لو في الامور الطبيعيه وعندنا الاستشفاء بتاعنا بناخده كامل وبنلعب كل اسبوع ماتش، اعتقد ان احنا هنبقى حاجه ثانيه. هتفرق كتير جدا جدا جدا. اللي كمان في نقطه، الهلال ما بيلعبش دوري بقاله فتره خالص. الهلال من اكتر الفرق في المجموعه مستريح، مريحينه خالص. ما هو انا بقول لك، هو حتى الماتش اللي كان المفروض يلعبه اجله له. عشان كده المريخ ركبه بقى اول الدوري. ف يعني عشان كده ايه، بص خلي بالك في اتحادات بتساعد انديه وفي اتحادات بتقف ضد انديه. فيعني احنا اللي نقدر نقوله الحمد لله انها جت من عند ربنا، والاتحاد الافريقي قرب الماتش عشان خاطر ما نعرفش نلعب ماتش انبي اللي فات، وان شاء الله ان شاء الله يكون النصر حلفنا نتيجه للراحه اللي احنا خدناها دي. طيب جزئيه ثانيه متعلقه بالحكم المغربي رضوان جيد. اكيد تابعت خلال الفتره الاخيره الاحاديث الكثيره على موضوع التحكيم والحكم المغربي واعتراضات نادي الهلال والكلام اللي انت اكيد سمعته زينا الفتره الاخيره. طبعا كل نادي بيبقى شايف مصلحته او شايف افضل حاجه لفرقته، فليه الطريق الرسمي او ليه الطريق اللي هو شايفه مشروع بالنسبه له. لكن كلاعب كوره جوه الملعب، شايف ان اي كلام على الحكم بيبقى ليه تاثير ايجابي او سلبي على الحكم اللي بيدير المباراه؟ طبعا طبعا طبعا. اصلا النهارده قريت تصريحات لرضوان جيد في موقع البطوله المغربي، سمعت والعهد على موقع البطوله، قال اي اعتراضات انا اتعودت عليها، وده بيحصل بالشكل الدارج في البطولات الافريقيه قبل كده. وانا متعود ان انا منزل هدي الفريقين حقهم وما بطلبش الا التوفيق من عند ربنا. وقال انا هبقى على مسافه واحده من على مسافه واحده. تحليلك كمان للتصريحات دي؟ طيب. بدايه اي حكم في الدنيا بيتاثر بالميديا، ده لازم عشان تبقى عارف. كون ان رضوان جيد يتعين اسبوع وبعدين تطلع اشاعه انه بكاري جسامه وبعدين ترجع يتعين بشكل رسمي، فدي وكمان الهلال يقدم طلب لتغيير رضوان جيد والاتحاد الافريقي يرفض، كل ده هم بيحطوا ضغط عليه. كل ده هم بيحطوا ضغط عليه. وخلي بالك لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى فاهمه كويس النقطه دي.
ولازم فاهمك كويس النقطه دي. اه ان الضغط ده مش في مصلحه الاهلي، ده في عكس مصلحه الاهلي خالص، لان هيبقى ضغط على رضوان جيد انه ممكن يحسب في اي وقت اي حاجه، زي ما بيتحسب علينا حاجات غريبه بره ملعبنا. تمام، بس حكم من حكام النخبه المفروض المباراه دي لما بتسند ليه بتسند ليه، لانه رايح كاس عالم فبيشوفه تحت الضغوط دي. رايح 2022 هو فعلا في النخبه بتاعت افريقيا. بس انا هقول لك حاجه، بكاري جسامه غرقنا كم مره وراح حكم كاس عالم، ده عنده حمايه، ده عنده حصانه، بس راح حكم. لا ايوه بكاري جسامه ده عنده حصانه، ماشي، ما انا معاك، مش معترض، انا بقول لك فعلا دي حقيقه. الراجل بتاع اثيوبيا بملاك ده غرق مصر، غرق كل انديه مصر وبيروح يحكم كاس عالم عادي. ففي ناس مسنوده في الاتحاد الافريقي كده كده مش فارق معاها. اعتقد ان رضوان جاي دلوقتي هيبقى واحد منهم، فعشان كده لازم تخلي بالك وتبقى حاطط عينيك وسط راسك، خاصه في منطقه الجزاء، لانه ممكن اي حاجه يحسبها لا قدر الله. فاللعيبه لازم تبقى واخده بالها من النقطه دي، لازم في الملعب كده لازم يبقى في خبرات، لازم الحكم يبقى جنبي، ده انت حكم هايل، ده احنا ما صدقنا جبناك، ده انت حاجه، ده الحمد لله ان انت اللي بتحكم، مش عارف الحاجات دي نفسيا بتخلي الحكم يتعاطف معاك. ودي بقى ساعه ملعب، زي ما بيقولوا عليها ساعه ملعب. ايه ده، ايه الحاجه، إيه ما شاء الله، وانت اللي جيت لنا، ده احنا ان شاء الله بنتفائل بيك، ده انت وش حلو علينا. لا انا دي الكواليس اللي بتحصل في الملاعب بين اللعيبه وبين اللعيبه وبين الحكم. وساعات كتير تلاقي الحكم ماشي جنب اللعيب وبيضحك، لان اللعيبه بيبقى عارف ان اللعيب دي الامور النفسيه اللي في فرق بتلعب عليها وبتشتغل عليها. دي حقيقه طبعا. مثلا الفرق بتروح مثلا تونس والمغرب، الحكم قبل ما ينزل انت هتحسب لنا، انت هتقف معانا، مش عارف. دي حقيقه، خلي بالك والله العظيم، والحاجات دي بتبقى مؤثره، الحاجات دي بتبقى حتى لو على سبيل الضحكه والهزار. ايوه، حتى لو على سبيل الهزار. بص، اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا، اي هزار في الدنيا اصله حاجه فعلا حقيقه. يعني مفيش هزار في الدنيا ملوش اصل في الواقع، فاهم؟ فهو حتى لو انا بقولها لك بهزار، لا ده انا برمي لقدام. ايوه فاهمني. فعشان كده لازم لعيبه النادي الاهلي تاخد بالها من النقطه دي جدا جدا جدا، وتبقى هاديه في الملعب كمان. لازم وتبقى هاديه في الملعب. ما هو الهدوء مع استحواذ الكوره، مع تهميد الفرقه اللي قدامك، هيخلينا ان شاء الله نفوز بالمباراه. وهو النادي الاهلي دايما ما بيطلبش غير العداله، لان لما بيجي لنا حكام كبار يا كابتن احمد في ملعبنا، بنقول يا جماعه طب بنطلع بره، بيبقى عايزين حكام بنفس المستوى ده بره. طبعا شفت فيكتور جيميس كان عامل ازاي، السهل الممتنع. هايل. اشمعنى بقى بيجيبوا هنا حكام كويسه ونطلع بره يجيبوا لنا حكام؟ يمكن رضوان جاي لا حكم كويس طبعا، بس مثلا الراجل بتاع اللي حكمنا اول ماتش بتاع النجم ده، بوندو ده، يعني ربنا يسامحه، ده بيتم مكافئته على فكره، الحكم الوحيد اللي هيدير مباراتين في دور 16 جوشوا بوندو. شوف، حكم عمل خطا في تطبيق القانون، في تطبيق القانون في الجوله الاولى، ايوه، بيكافئوا بيديله الجوله السادسه، لا وطلعه بعد الماتش، طلعه بعد تاني مباراه ان هو اتوقف، بيديله مباراه في الجوله السادسه. بس برضه المباراه فين؟ في المغرب. في المغرب. هو هي مباراه كمان تحصيل حاصل على فكره. ايوه تحصيل حاصل، مش هتفرق. بس انا اللي عايز اقوله لك، يعني بيرجعه حتى لو مباراه تحصيل حاصل، بس بيديله واحده واحده، بيديله واحده واحده. هو طبعا بعد تغيير لي كيم شونج وانه مسك الكاف، اعتقد هيبقى في تغييرات في التحكيم، ولكن برضه هتاخد وقت. ما اعتقدش السنه دي هي متوجهه، بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا، ان شاء الله ان شاء الله هنفوز، اكسب واعمل اللي عليك، وان شاء الله باذن الله يكون على الفترة الجاية تبقى احسن ان شاء الله في النادي الاهلي. طيب انا عايز اقول كمان، بعثة فريق النادي الاهلي وصلت الحمد لله منذ لحظات في مطار الخرطوم في السودان، والحمد لله يعني الفريق بكل خير والامور ان شاء الله طيبة باذن الله للبعثة بالكامل. وفي هذه اللحظات انا بتكلم معاكم في الطريق من مطار الخرطوم في السودان الى فندق الاقامة ان شاء الله، وهنحاول قدر الامكان اول ما يكون معانا لقطات نعرضها لكم وتشوفوا معانا وتتابعوا معانا لحظة بلحظة فريق النادي الاهلي في السودان، من اول حتى كمان ما استقل الطائره اللي كانت موجوده في مطار القاهره حتى الوصول الى الخرطوم والاستقبال كمان لبعثه فريق النادي الاهلي في السودان. طيب دكتور احمد، في اللحظات اللي زي دي، اول ما البعثه بتوصل المطار، اول حاجه في تفكير اللعيبه ممكن يبقى ايه؟ الجو. اول حاجه ببص عليها وانا طالع من باب الطياره، الجو عامل ايه؟ الرطوبه عاليه ولا لا؟ خلي بالك ممكن الجو يبقى حلو قوي بس الرطوبه تبقى عاليه، اول ما تنزل تلاقي العرق بينزل منك لوحده لوحده. فاول حاجه اللعيب بيشوفها اما ينزل من الطياره الجو عامل ازاي، درجه الحراره، الرطوبه عامله ايه، واحده واحده بقى بعد كده يبتدي بقى. يعني غالبا بيركب الاتوبيس ويروح الفندق، بيشوف الفندق اللي هينزل فيه هيريحهم ولا مش هيريحهم. كابتن سيد موجود من امبارح اكيد. انا معاك، انا بقول لك اللعيب اول حاجه بيفكر فيها ايه. انت عارف اول ما بيوصل الاوتيل انت مش هتستنى تشوف هتقعد فين، لا تلاقي كابتن سيد واقف لك كده عند الريسبشن وتاخد المفتاح بتاعك، اطلع رقم كذا، ماشي. انا معاك في اللي انت بتحكي فيه، بس انا بقول لك اللعيب
احساسه ايه، هو بينزل درجه الحراره، الرطوبه، المكان اللي هيقعد فيه هيريحه ولا لا، الاكل مريح ولا لا، بعد كده الكوره بتبقى اخر حاجه، لانه لو استريح نفسيا في كل اللي احنا قلنا عليه ده تمام هيدي كل حاجه عنده في هيدي كل حاجه. فعشان كده اللعيبه بتفكر اول حاجه في والله ده على يمين، انا ما اعرفش دلوقتي بتفكروا في السوشيال ميديا ولا مش لا 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 التوقيتات اللي زي دي بتبقى فرصه كويسه انت تقفل على نفسك بقى، انت خلاص وصلت السودان اعتقد ان 48 ساعه لا بكره ان شاء الله ما فيش سوشيال ميديا، وبكره بتاخد منهم التليفونات يعني حاجات مش محتاجه تتاخد والله، يعني المفروض ما هو مش كل اللعيبه زي بعض يعني في صعبة. وانتوا في وقتكم كنتوا بتركزوا في الحتت دي؟ طبعا يعني كان بيعد عليكم كابتن الفريق ياخد منكم التليفونات ولا؟ طبعا بتتقفل من الساعه 10 بالليل، تتصل بقالك تسلم عليهم وتدي التليفون تستلمه تاني يوم. انا دخلت الخدمه خلاص. اه والله تستلمه تاني يوم الصبح الساعه 10 عشان تطمن على اهلك برضه، انما من 10 ل 10 ما فيش تليفونات. كان مين كابتن الفريق وقتكم؟ كان كابتن هادي خشبة، وقبليه كابتن اسامه عرابي، وقبليه كابتن اصل انا من ايام كابتن احمد شوبير فانا من قديم يعني، اول كابتن احمد شوبير بس ما كانش فيه لسه التليفونات. بعد كده كابتن اسامه عرابي كان بيقفل اول سنه للتليفونات. بعد كده كابتن هادي خشبة، ولحد ما مشيت من النادي الاهلي كان كابتن هادي خشبة هو الكابتن. كابتن هادي بقى في الفتره الاخيره كان برضه نفس الفكره يعني. طبعا طبعا الكلام كان سيستم ماشي عليه كابتن ثابت الله يرحمه، فخلاص الموضوع منتهى. فالموضوع منتهى، واللي بيجي من وراه بيعمل كده. انا دلوقتي صحيح ما اعرفش بقى الكلام ده مثلا اخر 2004 يعني من 15 سنه، فانا ما اعرفش الدنيا ماشيه ازاي، بس اعتقد ان ده اللي بيحصل يعني. بيبقى شيء مهم جدا كمان ليله الماتش، لان انت بتشيل من على دماغك اي حاجه، ما بتسمعش حاجه، بتشيل من دماغك كل تركيزك في المباراه بس. عارف حتى الانسان الطبيعي والانسان العادي والله بجد مجرد ما تسيب التليفون بس ساعه تحس ان دماغك هديت صفيت. ايوه صح، دي حقيقه، ده حقيقي والله، ده حتى لينا كلنا دي حقيقة. بنحس ان دماغنا هديت صفيت، ما فيش اي دوشه، كل حاجه ما بتعرفش ايه اللي بيحصل بره. انت عايش مع نفسك، رايح دماغك مع نفسك. والله دي حقيقه. فاعتقد ان الكلام ده بيحصل بكره، وان شاء الله يكون مردوده كويس يوم السبت ان شاء الله. طيب اخر جزئيه، تتوقع ان مباراه النجم الساحلي وبلاتينيوم بيبقى فيها مفاجاه؟ لا، اجابه قاطعه. ده لو ما خلصتش لو ما خلصتش نتيجه هتخلص بفلوس بين الشوطين، واضحه وصريحه وبقولها علني. لا لا، بس الماتش سهل، مش محتاج، ما انا بقول لك اهو، لو ما خلصتش الشوط لا 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 الماتش لا هو عموما في اي حال من الاحوال هم فرقه ضعيفه جدا جدا، فريق زيمبابوي فرقه ضعيفه جدا، و يعني حتى يعني مش هيتعادل. فاحنا ما نحطش امل في ده، احنا املنا في الله سبحانه وتعالى. لا، انت املك في الله وفي مباراتك، انما مش هيحصل اي نتيجه سلبيه. ده انا متاكد. انت بتلعب المباراه والنجم اصلا 12 نقطه مش 9 يعني مش محتاج. طبعا 12 نقطه يفرق معاك كمستوى شخصي يا كابتن احمد، ان الاهلي اول او ثاني؟ لا خالص، يفرق معاه الصعود. الصعود تمام. هقول لك حاجه، احنا كده كده مازيمبي، الوداد، الرجاء، الترجي، كل الفرق دي هنقابلها او هنقابل واحد منهم. تمام، مازيمبي وسان داونز في والترجي في الصدارة. يعني مؤقتا سان داونز او الوداد يعني، والرجاء والزمالك والوداد. لا، انت هتلعب مازيمبي والرجاء. لا، انا بتكلم على المركز الاول والمركز الثاني. ماشي، انا هتكلم في الاول. لو انت طلعت تاني مثلا، لو انت قدر الله طلعت تاني، الوداد او سان داونز. لا، او سان داونز، او سان داونز، الترجي ومازيمبي. كده كده انت متعود تقابل واحد من الثلاثه، لو ما قابلتوش في دور الثمانيه هتقابله في دور الاربعه. فانا مش مشكله عندي ان خلي بالك احنا خدنا بطوله 2013 وطلعنا تاني، كنا تاني المجموعه. ولعبنا اول اخر ماتش بره، ولعبنا برده في 2013 اخر ماتش بره، صح ولا انا غلطان؟ لا، لعبنا اخر ماتش في المقاولين العرب مع اورلاندو 2013 اخر ماتش لعبناه بتاع وليد سليمان 2012 اللي كان في الترجي 2012 ده 2012 ماشي، بتاع وليد سليمان وسيد حمدي بالظبط كده، ده 2012 مع ترجي جد وسيد حمدي ماشي بالظبط كده. هو ده، فخدنا البطوله واحنا لعبنا برده ماتشاتنا بره النهائيه. فالقصه مش بره وجوه، القصه تركيز لعيبه، المهم ان انا اصعد بس. تمام، كلمه اخيره دكتور احمد. كلمه اخيره، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بامر الله بعد بكره، واللعيبه تبقى في كامل تركيزها، وان شاء الله يعني يرجعوا لنا سلام، لان ضفر اي لعيب او ضفر اي واحد مصري بافريقيا كلها. لا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه باذن الله. واتمنى لو حصل اي حاجه خارجيه قبل المباراه ان احنا ما نلعبش المباراه. لا 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 لا، مش هنقدم اي حاجه وحشه ان شاء الله المباراه. انا مش بقدم الشر، ولكن لا لا، كل حاجه لازم تتحط لها الاجواء هناك كويسه، وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله كل القائمين على تنظيم المباراه يطلع سليم، مجهود كبير ان شاء الله، نكسب ان شاء الله، نرجع منصورين بامر الله باذن الله، ونمشي في طريقنا، وان شاء الله ان شاء الله. انا قلت قبل كده ان شاء الله البطوله السنه دي بتاعتنا، ولسه مصمم على هذا الامر. بتختم بحماس، وان شاء الله الحماس هيكون موجود في الملعب 90 دقيقه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق لك يا كابتن احمد ان شاء الله. ربنا يعزك، شكرا شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت مهمه جدا ومفيده جدا، سواء على المستوى الفني واستعداد الهلال لمواجهه الاهلي وابرز اللاعبين وجاهزيه الفريق، ونفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي. اخرج الى فاصل،
وبعد الفاصل الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ خالد الاتري وفقرة صحفية في ختام هذا الأسبوع وإطلالة مهمة جدا على الرؤية الإعلامية لمباراة الهلال السوداني والأهلي في ختام مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انتم متعودين معانا كل يوم خميس في ختام هذه الحلقه والفقره بنتكلم في الرؤيه الصحفيه والاعلاميه للاحداث الرياضيه بشكل عام، وبالطبع ابرز حدث في هذه الفتره مباراه الهلال السوداني والاهلي في ختام مباريات المجموعات لدور 16 في دوري ابطال افريقيا. لذلك انا بيشرفني وبينورني الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. استاذ خالد اهلا وسهلا بيك، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك محمد، نورك ونور ده من قناه الاهلي دايما. في البدايه انا اول حاجه عايز ابارك لك على فوزك بافضل مقال رياضي في اختيارات رابطه النقاد الرياضيين بنقابه الصحفيين للسنه الثالثه على التوالي. الحمد لله. أكيد اختيار موفق، وفي نفس الوقت مقالة كان لها تأثير أو كان لها مغزى ومعنى مهم جدا. الله يبارك فيك محمد. طبعا الحمد لله، يعني أنت بتحاول تجتهد أنك تقدم موضوع ممكن يكون ما حدش واخد باله منه أو الناس بتغفل الكلام عنه، فبتحاول تسلط الضوء عليه، وده كان عنوان المقال السنة دي اللي كان في المسابقة، والحمد لله تم اختياره ان هو افضل مقال صحفي لسنة 2019. طيب انا هقرا كده تفاصيل المقال بسرعة واتكلم على عنوان المقال. عنوان المقال: السحر الاسود في قدميك. طبعا عنوان المقال متعلق بالاصابات اللي ممكن بتتعرض لها بعض الأندية، لكن لو هتكلم مثلا عن فريق نادي الاهلي المكتوب في المقال: حينما تتكرر اصابات خطيرة في نادي كبير مثل الاهلي، فالامر البديهي الذي تتحدث عنه هو البحث عن مسبباتها والعمل على تفاديها، فدرء الضرر قبل حدوثه أفضل كثيرا من علاج أثاره. هذا كلام العلم وما تطبقه الأمم التي تتمتع بقدر بسيط من الثقافة والتفكير العلمي. أما أن تستبدل البحث عن الأسباب العلمية بالحديث عن أعمال سفلية وسحر أسود فهي مصيبة، بينما الكارثة الأكبر هي أن يردد هذه الأفكار بعض المثقفين. الإصابات المتتالية التي ضربت النادي الأهلي خاصة في الصفقات الجديدة في الفترة السابقة والتي كان آخرها الشاب محمد محمود دفعت البعض للجزم بأن هناك سحرا أسود مخصصا لأقدام اللاعبين، وتم إعداد قائمة باللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي وتعرضوا لإصابات، ليصبح حزن أي عاقل في اليومين الماضيين شعورا مضاعفا. الأول حزن على إصابة لاعب كان ينتظر مستقبل كبير مع فريقه، أما الثاني فهو على أجيال تشوهت فكريا نتيجة الاقتداء ببعض الشخصيات التي كثيرا ما نادت بنظريات السحر والشعوذة وتأثيرهم على الكرة، وبدلا من أن نضحك على واحد أو اثنين صار المشهد عبثيا ومبكيا، فالأمر انتقل للملايين وكأنها عدوى أصابتهم. طبعا بنتكلم كمان في تفاصيل المقال عن وجود كمان دكتور محمد فكري أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، واللي عمل في فترة سابقة طبيب نفسي للاعبي النادي الأهلي في ولاية البرتغالي مانويل جوزيه. مقال مهم جدا، وفي تفاصيل كمان عشان طول المقال بس والوقت، لكن بتتكلم في جزئية مهمة جدا في هذا الأمر وهو جزء العلاج النفسي والدور النفسي في كرة القدم. كلمنا كتير على فكره في الموضوع ده حتى مع الدكتور محمد فكري وبعض الاطباء، على فكره حتى الاطباء في الجهاز الطبي في الانديه اكدوا كتير على اهميه العامل النفسي او الطب النفسي بالنسبه للاعب الكره على وجه الخصوص، وبالنسبه للاعبين في الرياضات المختلفه على الوجه الاشمل، يعني الوجه العام يعني. تمام. لان الموضوع مش رفاهيه ولا هو مجرد العامل النفسي. في ناس فاكره ان العامل النفسي انك تتكلم فيه او انك تعالج لاعب نفسيا انك تقعد معاه وتتكلم معاه وتفضل تشحن فيه، وانت النهارده لازم تكسب والنهارده لازم تحقق ذاتك والنهارده الكلام ده كان زمان، الكلام ده خلص. لان في لعيبه معينه لما تحط عليها الضغط ده بيجيب نتيجه عكسيه، يعني في لاعب بتبدا معاه تتكلم بجرعات معينه من الشحن المعنوي بيجيب معاه نتيجه عكسيه، في لاعب بيحتاج جرعات قليله جدا انك تتكلم معاه والموضوع بيختلف معاه تماما. عشان كده دايما بقول لك الموضوع ده مهم ومهم جدا الفتره اللي جايه، وفضل ليه على فكره مانويل جوزيه، وكان زي ما النادي الاهلي رائد في تنفيذ كل الحاجات اللي بتصب في مصلحه انك تكون الافضل
النادي الاهلي دايما رأي في الحاجات دي. فالنادي الاهلي بدا الموضوع ده من زمان، وكان في المباريات المهمه كان بيستعين بدكتور محمد فكري او بدكاتره تانية، مش كان الدكتور محمد بس، كان في دكاتره تانية برضو بيستعين بيها النادي الاهلي في المباريات المهمه في الاحداث المهمه. كان دايما بيكون كده عامل الطب النفسي ده مهم، زيه زي الناس اللي بتعتمد على التغذيه، الدكتور ان يكون في دكتور تغذيه في الجهاز الفني، زي انك يكون عندك اكتر من اخصائي للتاهيل، لابد ان يكون في عنصر نفسي موجود يتعامل مع اللاعبين بشكل في احترافيه شويه. طيب جزئيه كمان متعلقه، انت ربطت موضوع اصابات اللاعبين ممكن بيكون جزء نفسي طبعا، وفي نفس الوقت صعب جدا ان البعض يربطها بسحر او شعوذه او الكلام الفارغ اللي كان بيتقال في فترات طبعًا سابقه. هو المقال ده تقريبا تحديدا يعتبر من سنه او اقل من سنه شويه، هو ده عن مجمل اعمال عام 2019 كمقالات. فهو ده كان تقريبا اقل من سنه شويه، وكان في فتره معينه كده زادت فيها الاصابات تحديدا في النادي الاهلي. فبدا الناس على السوشيال ميديا، يعني ناس يقول لك الارض كتر ما بيسمعوا وبدات اشوف الناس بتتكلم عن طب ما نشوف الموضوع السحر ده ايه، يعني عارف ده موضوع في حد ذاته مبكي بالنسبه لي، لاي حد المفروض يبص، لازم يبص بعقلانيه شويه، لا لازم تسلط الضوء يا جماعه في حاجات تانية غير يعني في حاجات غير الارضيات، غير ارض الملعب، غير الاحمال، غير في انك في لعيبه بتنتقل ليك من انديه مثلا، مش كل الانديه بحجم النادي الاهلي في الاعداد البدني مثلا، في تجهيز اللعيبه، في قدرات اللعيبه، في التحليل نفسه تماما، الحاله النفسيه كمان، الضغوط العصبيه والنفسيه اللي بتبقى اي لاعب على اي لاعب بره النادي الاهلي بتبقى مختلفه عن لاعب النادي الاهلي. عشان كده دايما بتلاقي في بعض اللاعبين الجدد بيجي معظم اصاباتهم بتبقى عضليه، لان وخاصه في الاول ليه ممكن تكون ناحيه نفسيه بالظبط، ضغط عليك، اهتمام جماهيري، اهتمام اعلامي بالظبط. عشان كده بقول لك لابد انك يتم الاعداد النفسي مش في النادي الاهلي بس، في المنتخبات انت ساعات بيبقى في المنتخب الامور متازمه معاك قبل مباراه مهمه، رايح تلعب مباراه بره، احنا هنحس بالتقدم العلمي امتى وندخله في الرياضه امتى؟ ما هو كل مره بندور في نفس العمليه. وعلى فكره مش الطب النفسي بس هو اللي حسسنا او التاهيل النفسي بس هو اللي حسسنا ان في تقدم، لكن في عناصر كتير في 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 الكوره او في الرياضه بشكل عام. الطب النفسي عامل اساسي، بقول لك في عناصر كتير المفروض بص على الاجهزه الفنيه بره، بتلاقي مثلا جهاز، بص على جهاز طبي ليفربول مثلا، ده الجهاز هناك عباره عن شركه مش خمسه سته سبعه، ده تبقى عباره عن شركه مشروع من خلال المدير الفني. انت هنا بتلاقي مثلا ثلاثه اربعه يقول لك ايه الجهاز الفني كتير ليه؟ لا الجهاز مش موضوع جهاز فني كتير ليه، كل واحد لابد ان يكون ليه مهام معينه ومهام مخصصة بيتكلم فيها منها الطب النفسي، وانا من اكتر الناس اللي بيتكلم في النقطة دي. طيب تعال نقرب شوية اكتر من مسألة الطب النفسي، اللي معانا على التليفون شخصية طبعا انا بعتز بيها وعرفته ايام وجود مانويل جوزيه في القيادة الفنية للنادي الاهلي، الدكتور محمد فكري استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك، وفي ضيافة الاستاذ خالد التريبي بيرحب بيك. الو الو اي يا فندم، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. طبعا زميلي العزيز الاستاذ خالد الاتريبي معانا النهارده في الحلقه، وكنا بنتكلم على مقال كان ليه دور كبير جدا في ترسيخ فكره ان الطب النفسي ليه تاثير كبير جدا على اللاعبين وعلى الفرق، وكمان في جزئيه الاصابات في التاهيل، في تجهيز اللعيبه، في التعامل النفسي مع اللعيبه. اولا شايف هذا المنظور ازاي؟ والمقاله دي كمان كانت افضل مقال رياضي عام 2019. طبعا في البدايه بهني يا استاذ خالد على المقال الجميل دوت، ومش بس كده بشكره على ان هو يعني سلط الضوء على فكره الطب النفسي واهميه الرياضه. اشكرك يا دكتور محمد. وطبعا عشان نتكلم على فكره الطب النفسي، هي فكره حاجه بنسميها المنتال سترينث. منتال سترينث يعني القوه الذهنيه بتاع هذا الشخص. تمام. وعشان مثلا ادي مثال بسرعه، ويمكن حاصل في خلال اليومين اللي فاتت دول، فيدرر وهو بيلعب في دور الثمانية في بطولة استراليا، كان في سبع مرات ماتش بوينت وفي الاخر كسب، يعني بيخسر ماتش بوينت وكسب. تمام. فعشان واحد يقدر يعمل حاجة زي كده لازم يكون ايه؟ لازم يكون مؤهل وقوي جدا. بالظبط، قوي جدا ذهنيا. فهي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. ان ازاي الشخص دوت يستطيع ان هو تحت اي ضغوط هو بيقابلها
يقدر يلعب. يعني مثلا اي لعيب كوره ممكن يقابل حد مثلا الحكم يبقى وحش، الجماهير تضغط عليه يبقى مهزوم، المدرب، كل الحاجات دي عيب. ازاي هو يستطيع ان هو يتعامل معاها؟ تمام تمام. دي بالتالي دي بتبقى مواقف وشغل بيعمله المعد النفسي مع اللعيب، ازاي يخليه مع تحت اي ضغوط ما تبقاش تفكيره سلبي، لا بالعكس انا هيبقى تفكيري ايجابي واحط خطط جوه الملعب ازاي اخرج من الضغوط دهيت واتعامل معاها. اذا الضغوط المتعلقه بالناحيه النفسيه او القوه الذهنيه ساعات او اوقات بيبقى لها تاثير نفسي على عضلات اللاعب، فبيتعرض لاصابه لو مش حاضر ذهنيا او مش جاهز نفسيا لخوض المباراه او لخوض المعترك اللي هو هيشارك فيه. بالظبط. وجوه الموضوع دوت حضرتك مثلا ممكن ياخد قرار اندفاعي فيتعور مثلا، او ذهنه ما يبقاش صافي فياخد قرار غلط. تمام. طيب فبالتالي اللي تبطل بتزيد. انا النهارده مثلا لما نرجع للمقال بتاع الاستاذ خالد السنه اللي فاتت، كان في بعض اللعيبه الكتير اللي جايه عندنا في النادي الاهلي. وبالتالي اللعيبه دي مش واخده على الضغوط بتاعه فريق بحجم النادي الاهلي. وجايه في ظروف صعبه وعليهم ضغوط نفسيه جامده. فكان ده جزء من الموضوع. فكانوا عاوزين ازاي ان هم يثبتوا نفسهم. تمام. طيب دكتور محمد برضو فرصه طيبه وانت معانا، مباراه الهلال والاهلي ان شاء الله في البطوله الافريقيه يوم الاحد يوم السبت القادم ان شاء الله. طبعا اكيد حضرتك متابع الضغوط النفسيه والتصريحات والاهتمام الاعلامي في مثل هذه المواقف. الطب النفسي او الحاله نفسها المحيطه بالمباراه، ابرز الكلام او ابرز الموضوعات اللي ممكن تتناقش سواء من جهاز فني اللعيبه او اللعيبه مع بعضها؟ كويس. بص يعني طبعا انا حقيقي هقول كلام يمكن الناس تزعل مني، بس انا بشفق على اللعيبه بجد. تمام. لان عدم اللعب تحت جماهير لفترات طويله ده بيأثر عليهم جامد جدا. اثر سلبي. طبعا. وبالذات لما بيكونوا بيلعبوا بقى تحت الجماهير والضغوط النفسيه اللي بتبقى بره. ولكن في الظروف اللي زي دهيت اللعيبه لازم تتحلى بقى بالشخصيات القويه. ويبتدي الجهاز الفني يتعامل مع الموضوع دوت، انه يكلمهم ان انا اللي انا عاوزه ان انتوا تسدوا قدامكم كل اللي بيحصل في الاستاد، مالكوش دعوه بيه خالص. انتوا جوه الملعب بس. اوكي، ده واحد. اتنين، انا عاوز اشوف رجاله جوه الملعب، رجاله مركزه وتعمل اللي عليها، وده بقى بيد ربنا سبحانه وتعالى. بإذن الله. ويحط لهم مواقف كتيرة الفريق كان اتحط فيها تحت ضغوط، وبالرغم من كده قدروا ان هم يتخطوها يعدوا الضغوط ديت ويكسبوا. تمام. طيب ليلة المباراة أو يوم الماتش بيبقى يحبذ إن تتكلم في الأمور دي، ولا الكلام ده بيبقى في محاضرة قبل المباراة بكذا يوم؟ لا، يستحسن إن هو يكون قبل المباراة بكذا يوم. وفي نفس الوقت حضرتك ياكد عليهم على انه لازم يناموا كويس. النوم كويس يفرق. ايوه. في التحضير الذهني والنفسي للمباراه كمان. ايوه، لان لو ما نامش كويس تركيزه هيبقى ضعيف جدا جدا وهيتعب بسرعه. تمام. طيب. فمهم جدا النوم. دكتور محمد فكري انا بشكرك، وعايز اقول لك انت شريك في الجائزه مع خالد على فكره. لان سبب رايح. ده شرف ليه؟ ده شرف ليا. واستاذ خالد يعني انسان جميل، وانا يعني بشكركم ان انتم بتحطوا الافكار دهيت وبتعرضوها، ونتمنى يعني ان نرجع تاني الطب النفسي مع الفرق والمنتخبات في مصر باذن الله. العلم العلم مهم يا دكتور محمد. انا بشكرك، وزميلي خالد الاتريبي بيشكرك. شكرا جزيلا محمد. ودايما ان شاء الله تكون حاضر معانا في اي احداث متعلقه بالرياضه والكوره الفتره الجايه باذن الله. كلام مهم جدا. طبعا جزئيه كمان اللي اتكلم فيها اللي هي انك تقول للاعب ادي اللي عليك وما تبصش للنتيجه، ده مهم جدا. انت بتشيل من على اللاعب ضغوط كبيره. طبعا هو اللاعب مش هينسى الموضوع ان هو عايز يكسب او يتعادل عشان يتاهل، بس فكره انك توصل له انك ادي اللي عليك وقاتل في الملعب واظهر بالشكل اللي يليق بالنادي بحجم النادي الاهلي وبحجم لاعب بيلعب في النادي الاهلي،
وتقاتل على فرصك في البطولة دون النظر للنتيجة. ده مهم جدا على فكرة، ده مهم جدا على فكرة. وقصة في التعامل النفسي كمان من ضمن الحاجات خاصة في النادي الأهلي، قصة انك توصل للاعب أهمية وجوده في النادي الأهلي، ده مهم جدا على فكرة. وده في بعض اللعيبة ممكن بتستوعب ده في وقت أطول شوية. كمان برضو غياب الجماهير مؤثر، يعني دكتور محمد فكري أستاذ الطب النفسي قال لك غياب الجماهير ده أنا كمسؤول نفسي أو متخصص في هذا المجال لا أشفق على اللعيبة. عارف إن في ناس بترد على الكلام ده يقول لك طب ما هو إحنا أخذنا الدوري دوري أبطال أفريقيا بدون دوري؟ بدون دوري وبدون حضور جماهيري في بعض المباريات أيام الجيل 2012 و2013. ده مردود عليه بحاجات كتير جدا، مردود عليه إن كان شخصية اللعيبة الموجودة، ده مش تقليل من شخصية اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي، لكن هو جيل بأكمله. جيب بأكمله لو بصيت تشوف شخصية اللعيبة دي لا مختلفة تماما. شخصية اللعيبة اللي موجودة اللي كانت في 2012 و2013 دي كانت شخصية اتبنت على مدار فترة طويلة جدا، وكان في انسجام كبير جدا بينهم، ولعبوا في مباريات، وعايز أقول لك إن كانوا بيأدوا خارجيا أفضل من داخليا كمان، يعني بيأدوا تحت الضغط الجماهيري الخارجي، كانوا بيكسبوا في نتائج بره مصر بشكل كبير، حتى نهائي 2012 كان بالظبط مصر في تونس. الوضع مختلف والقياس مختلف، ودايما بقول لك لما تحب تعمل قياس على حاجه اعمل القياس بين حالتين متساويتين او متشابهتين في الظروف. ما ينفعش تجيب حاجه كانت في ظروف مختلفه وتقول طب ما انت تعمل دي زي دي. القياس هنا مختلف، وما ينفعش انك تقيس حاجه كانت في ظروف غير الظروف الموجوده. أكيد. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان الضغوط الموجوده او الملقاه على عاتق لاعبي النادي الاهلي تكون حافز اكبر ما هي تكون مكتفاهم في الملعب ان شاء الله باذن الله. طيب ندخل بقى في الرؤيه الصحفيه والاحداث اللي الصحافه اهتمت بها ازاي خلال الفتره الاخيره ومباراه الهلال والاهلي. الفتره الاخيره السوشيال ميديا وبعض الموتورين كان ليهم تأثير في بعض الأحيان على فكرة الحضور الجماهير على الأجواء الجماهيرية، لكن الحمد لله قيادات الأهلي وقيادات الهلال المسؤولين في مصر المسؤولين في السودان كانوا على قدر الحدث ولحقوا بسرعة نبذ هذه الأفكار السيئة واللي ليها أهداف قد تكون أهداف سياسية أهداف غير رياضية، لكن في النهاية هيتم توفير التأمين الكامل للبعثة، إحاطة المباراة بروح من العوامل الرياضية. كان معانا صحفي من جريدة الجوهرة السودانية واتكلم كمان على وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة والشعبية الكبيرة ليه هناك في السودان من الجماهير السودانية. رصدت كل ده ازاي؟ والاهتمام الإعلامي والتأثير الإعلامي كمان على الجمهور خلال ال 48 ساعة الجاية. بص أنا واحد من الناس لما شفت الفيديو اللي هو كان فيه اللي انتشر بشكل كبير ده كنت في ناس كتير قلقت من الموضوع وقلقت من القصة دي وقصة الفيديو والطريقة اللي كان بيتكلم بيها، لكن أنا شفت الموضوع بشكل مختلف تماما. شفت الموضوع إن هو بيصب في مصلحة النادي الأهلي، لأن لما تلاقي واحد بيتكلم بالشكل ده لو كان فيه اهتمام بنسبة 80% ببعثة النادي الأهلي في السودان هيكون بنسبة تعدى 100%، لو فيه نسبة تعدى 100% هيكون. أنا شايف إن ده أو الفيديو ده أو بعض الحاجات المشابهة كانت جرس إنذار إن الاهتمام بالمباراة سواء على المستوى الاتحاد الأفريقي أو حتى لما طلع امبارح تصريح وتأكيد إن كان في اتصالات بين الكابتن محمود الخطيب واتصالات بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتصالات مع السفير المصري في السودان والتأكيد في الخبر إن كان في تواصل من ثلاث أطراف وإن اتحاد الكرة كان متداخل في الموضوع عن طريق المخطط الكاف والتأكيد على ضرورة التعاون مع المباراة بشكل مختلف. كل ده كان بيدي دلائل وبيدي رسائل لينا، وخد بالك اللعيبه كمان، يعني اللعيبه مش منفصله عن اللي بيحصل، سامعه وحاضره وشايفه. السوشيال ميديا ما خلاش كل الناس بتعرف كل اللي بيحصل في كل التوقيت في كل وقت، واللاعب انسان في الاول وفي الاخر بيدخل ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. فقصه ان كل ده او كل الرسائل الاطمئنان دي توصل له، وقبل كل ده بقى وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس للبعثه في التوقيت ده كان اهم رساله للعيبه ان ما تخافش، مفيش اي حاجه هتؤثر على حظوظك جوه الملعب، وده اللي احنا بنقوله للاعب. محدش هينزل لك ارض الملعب ال 90 دقيقه بتاعتك انت، محدش هينزل لك ارض الملعب. سيبك حتى لو كان في اجواء جماهيريه مشحونه، ولازم تكون عارف وواخد بالك انك بتلاعب فريق ليه حظوظ في التاهل وبيلعب على ارضه وسط جمهوره، بغض النظر بقى الملعب مليان الملعب انت
حط في اعتبارك انك هتقابل ضغط جماهيري كبير طبعا وكبير جدا. حط في اعتبارك انك محدش هينزلك الملعب، وده اللي باكد عليه في كل مكان بتكلم فيه او كل وقت بتكلم فيه، محدش هينزل الملعب من الجماهير خالص، وحتى لو نزل انت مستفيد. صح، ميدانك هو الملعب، انت قدامك 90 دقيقه، اطلع او اظهر بالشكل اللي يليق بيك، اللي يليق بالنادي الاهلي، اللي يليق بالشغف اللي موجود عند الجماهير، اللي يليق انك ما ينفعش باي حال من الاحوال تفكر او يجي في خاطرك كده انك هتخرج من البطوله. مستحيل، مش متاح، مستحيل، مش مطروح، مستحيل، مش مطروح بالنسبه لك ولا بالنسبه لنا. قد يكون انك تتقبل ده، وده وارد تقبل ده، بس لو لقيت اللعيبه بتاعتي لعيبتي ما سابتش او ما بخلتش بنقطه عرق واحده في الملعب تمام، الكوره وارد فيها كل النتائج، وانا دلوقتي ما بمهدش ولا، بس لو عندك روح وعندك تحدي واصرار هتكسب مباراه سنجيه هتكسب، او لو كل حاجه في معاك بس انت عملت كل ما يتاح، كل حاجه لك. كل النجاح ليه اسباب تمام، لو خدت باسباب النجاح اكيد هتوصل، لكن دي كوره في الاول وفي الاخر، ده مش تمهيد لحاجه، لكن انا بقول لك زي ما الدكتور محمد قال، قاتل في الملعب واعمل اللي عليك وما تستناش النتيجه، النتيجه ربنا هو اللي هيديها لك، لما ربنا يشوفك اكيد مجهودك اكبر من مجهود الفريق المنافس، مجهودك اللي اتسلب منك في مباريات انت كنت المفروض تكسب فيها، ما خد بالك ربنا ساعات احيانا كتير بيعوضك في اوقات عن اوقات انت كنت افضل فيها وما كسبتش، يعني قد يكون يجي تعويض ليك عن مباراه النجم الساحلي الاولى في مباراه الهلال السوداني، ليه لا؟ تمام؟ كل شيء بيبقى وارد، كل شيء اكيد بيبقى مكتوب وليه رساله معينه بالظبط، فانت كل الرساله اللي لازم توصل لك، انت بتلعب في نادي ما بيقبلش الخساره ولا بيقبل حتى التعادل. طيب الوعي بقى، لان الفتره الاخيره الحمد لله كان في ناس كانت مسؤوله او ناس على المستوى الاعلامي كان ليها دور ايجابي جدا في نشر الوعي ما بين الجماهير، خاصه الجماهير السودانيه في التوقيت الحالي، وكانت دايما رسالتنا لكل الزملاء في الاعلام هناك في السودان، صحافه ومواقع وتلفزيون، ان هم يبقى في وعي ايجابي للجماهير، حتى لو في جزء من الالتراس او من الجماهير بتحاول تعمل مشاكل او تعمل ازمات، السمه الغالبه هي اللي بتعبر عن طبيعه وجماهيريه نادي الهلال بشكل حضاري جوه الملعب. تاثير ده من خلال الاعلام على الجماهير في ال 48 ساعه الجايه، ايه المطلوب؟ وهل الاعلام المصري ايضا شريك وله دور ايجابي في ده؟ بص انا هنتكلم في الموضوع ده من شقين، الشق الاول انا شايف البطوله دي تحديدا النادي الاهلي على المستوى الاداري بقى، على المستوى الاداري بيحاول يتلافى بعض الاخطاء او بعض الحاجات اللي عطلتك السنه اللي فاتت واللي قبلها انك تكون بطل افريقي. بمعنى لما حصل ضغط او اخطاء تحكيميه قد ترتقي لحد التعمد في مباراه النجم، ظهر النادي الاهلي بشكل مغاير عن اي وقت قبل كده. دي الناحيه التحكيميه. اول ما ظهر حاجات قد تقودك لنهائي زي نهائي مثلا الترجي والاجواء المشحونه والناس اللي حاولت تشعل الامور بين جماهير الناديين، كان التحرك في كل الاتجاهات سواء في الاعلام او على المستوى كل الـ سواء وزير الرياضه، سواء في تونس مباراه الترجي طبعا. النادي الاهلي اول ما حس ان في شراره بتظهر في الموضوع بدا كل اتصالاته على كل الاصعده، وبالتالي تم اخماد الموضوع قبل ما يتطور، ودي كانت مهمه جدا. عشان كده بقول لك النادي الاهلي المره دي كل الاحداث اللي حصلت طبعا، المره دي انا بتكلم على المره دي، بتكلم على المره دي، على المره دي يبقى مباراه الهلال مش الترجي. ايوه انا بقول لك النادي الاهلي شاف اللي حصل، شاف وتصاعد الاحداث في مباراه الترجي تمام، زي احداث مباراه الجزائر واحداث كتيره تمام. فبدا اول ما في حاجه زي كده بتحصل بدا يتعامل معاها بمنتهى الجديه. مزبوط. زمان كنا بنقول احنا كده خليني اقول لك بصراحه، حتى الاعلام نفسه احنا اشقاء ومستحيل يحصل بينا حاجه، وتروح بتلاقي جحيم. ده كان الاول التعامل مش من النادي الاهلي بس، كلام على مستوى الرياضه المصريه كلها. فاصبح الامور لا، لابد ان هي تاخد زي ما حصل كده بالظبط، اتصالات على جامع الاصعده، لا انا عايز اامن لعيبتي، انا عايز اامن البعثه، لازم الاتحاد الافريقي يكون شايف واعي وحق، لازم كل اللي حصل. عارف المراقب الكيني
كان موجود مراقب امني لمباراه الهلال والنجم الساحلي، فبالتالي عاش الاجواء وعارف الظروف واجواء الملعب والظروف المحيطه. الاتحاد الافريقي اسند له مجددا كمراقب امني وعارف كل الاجواء المحيطه دي انه يكون مراقب امني ومسؤول امني عن مباراه الهلال والاهلي. مش انا بقول لك ده اللي يدل على ايه؟ ان الاتحاد الافريقي عايز حد او عايز ناس عندها خبره في المكان، عندها خبره بالاجواء، وفي نفس الوقت يقدر يفرض الامن على كل المسؤولين الموجودين واللي منظمين المباراه. زي ما بقول لك، ما هو ده وعمل اجتماع مع المسؤولين عن المباراه واللجنه المنظمه اول امبارح. ده نفس الاتجاه اللي احنا بنتكلم فيه. النادي الاهلي مش شرط انك تطلع تعترف اني اخطات، مش شرط، عادي، لكن لما كل افعالك بتبين اني بتدارك اي شيء ممكن يعطل مسيره الفريق، اهلا وسهلا، شكرا، شكرا انك بتعمل ده. في ناس او في مسؤولين بيطلع يعترف بالغلط ويكرر الغلط ويقع فيه مره واثنين وثلاثه، وفي واحد يقول لك انا هتعامل مع الغلط، وبلاش نقول الغلط، هتعامل مع شيء تم اغفاله او ما اديناه ما خدش الحجم اللي كان المفروض ياخده. لا، دلوقتي زي ما بقول لك، النادي الاهلي في ملف التحكيم من اول خطا حصل انا موجود، انا مش هسيب خطا زي كده قد يصل الى مرحله التعمد يحصل. بزبط. مش هسيب اي حاجه تؤثر على مسيره فريقي، سواء بقى شغب او تهديدات او لا. النادي الاهلي مشي في كل الاتجاهات اللي تامن مسيره الفريق، سواء من لحظه الوصول حتى ان شاء الله لما يوصلوا باذن الله فايزين على الهلال ومتاهلين كاول مجموعه باذن الله للمران. فوز الهلال على بلاتينيوم وفوز الاهلي على النجم الساحلي، الاعلام تعامل مع المباراه القادمه كانها مباراه خلاص تحديد المصير والفايز او يعمل نتيجه كبيره هو اللي هيتاهل. هل الاعلام ادى المباراه اكبر من حجمها، ولا ده بجد هو ده حجم المباراه وقيمه المباراه سواء على المستويين، سواء احنا في مصر او في السودان؟ لا لا، هو ده حجم المباراه حقيقي. هو ده حجم المباراه. هتاهل اللي هيكسب هيتاهل، اللي هيعمل نتيجه ايجابيه هيتاهل. لا اللي هيكسب هيتاهل. النادي الاهلي، طب ما النادي الاهلي ممكن لو تعادل هيتاهل بالظبط. انما لا، مباراه تاهل، مباراه تعتبر مباراه اقصائيه، اللي هيكسب هيتاهل وحيده، لان كل الماتشات اللي هيكسب خلاص اتعرفت، اللي هيكسب هيتاهل. خد بالك، هي المجموعه كلها لم تحسم. تمام، لم تحسم، يعني ما ممكن، مفيش حاجه مستحيل في الكوره طبعا. بنسبه 99% النجم خلاص تاهل، لكن مع بلاتينيوم سهله. زي ما بقول لك، لكن في النهايه لا، المباراه واخده حجمها الطبيعي بين واحد من اكبر انديه السودان وواحد من اكبر انديه القاره النادي الاهلي، فطبيعي انك ومباراه مؤهله، مباراه تعد مباراه اقصائيه، فبالتالي لا، لازم تاخد الحجم ده، ولازم الاهتمام يكون بيها بشكل كبير. انا شايف ان في الرياضه المصريه الفتره دي او ال 48 ساعه اللي جايه لا صوت يعلو على صوت مباراه الاهلي والهلال السوداني. دور الاعلام الرياضي في مصر، وهل الاعلام الرياضي في مصر بقى اصبح ليه تاثير ايجابي في مثل هذه الاحداث الكبيره؟ بيسمع بره، السودان مهتمه باللي بيكتب هنا في الصحافه المصريه، لان كمان الصحافه المصريه اصبحت او الاعلام في مصر اصبح رد فعل مش فعل. بص، انا دايما بقيس الموضوع زي ما انا بشوفه هناك او بدور عليه هناك، اكيد هو بيدور عليا، لكن فكره هو انا لما بدور عليه باخد منه ايه، وهو لما بدور عليا بياخد مني انا ايه. تمام، هي دي الفكره. هل احنا بنصدر فكره المسانده بس او التهدئه؟ لا، انا ما شفتش مثلا في الاعلام الفتره اللي فاتت، مع احترامنا الكامل يعني لكل الكتاب وكل النقاد يعني وكل الاصوات اللي بتطلع في التلفزيونات، على الشات يعني، ما شفتش محاولات اللي هي التهدئه بالشكل المطلوب. يمكن الناس واخدها من منطلق لا، مش عايزين ندي الامر اكبر من حجمه، وان الموضوع مش زي ما الناس متخيله، او تم تصويره من فيديو او اثنين او ثلاثه من بعض الخارجين، فلا، عايزين نخلي الامور زي ما هي، مباراه بين شقين، هتكون مباراه في الملعب فقط لا غير، والنادي الاهلي مرحب بيه. ده قد يكون هو اتجاه النقاد او اتجاه الاعلام، او ما ادوش الامر حقه. كل ده يبان. خد بالك، احنا لحد دلوقتي بنتكلم، بس حتى في القضايا يعني، حتى مش بتكلم على مباراه الهلال والاهلي، انا بتكلم بشكل عام في القضايا. الفتره الاخيره كانت في قرارات كتيره جدا بتحصل في الاتحاد الافريقي متعلقه بحق الانديه المصريه في البطولات، مش حق النادي الاهلي بس، مش هتكلم على الانديه الثانيه واخده بالها او مش واخده بالها، بس انا بتكلم على الاعلام. الاعلام نفسه ما بقاش يناقش القضايا، ما بقاش ياخد باله من التفاصيل الصغيره اللي بتحصل اللي ممكن يكون لها تاثير ايجابي على البطوله. يعني اقول لك على مفاجاه النهارده، الرجاء المغربي بدل 2 لعيبه في القائمه،
بدل اثنين لعيبه في القايمه. النجم الساحلي عنده الحق ان يبدل اربعه، الترجي عنده الحق ان يبدل ثلاثه، الوداد عنده الحق ان يبدل ثلاثه. تيجي تبص للاعلام في مصر محدش بيركز على التفاصيل دي، محدش بيهتم بفكره الاخطاء التحكيميه الفجه اللي بتحصل في الماتشات الافريقيه. رايحين في سكك حتى الشحن الجماهيري او حتى فكره انك توصل رساله ان الجمهور ممكن يسافر. لا ما تمش تعامل معاه بالشكل المطلوب. ده مع اي حاجه. ما تمش تعامل. والله دي حاجات يعني قصه برضو الاستسهال دي موجوده. يعني احنا يعني ما بنقش اللوم او بنقول الناس انك بتستسهل في الشغل، لكن ال عارف انت اللي هو التركيز اكتر بشكل محلي، مع ان المفروض ان المنتج المحلي مش بالاهميه دي. يعني قصه التركيز قوي على منتج الدوري وكل الاخبار اللي بتهمه او بتهم الناس فيه، هو المنتج اللي طالع في النهايه ما يستاهلش كل الاهميه. مع احترامك كامل للدوري طبعا، بس هو ما يستاهلش كل الاهميه اللي انت بتديها لها. في معترك اهم واكبر وسايب حاجه مهمه جدا، اللي هو مثلا مباراه زي مباراه الاهلي والهلال السوداني، لو دورت على الاخبار اللي بتتناولها او كمان الاخبار اللي انت قلتها الاستبدال والقيد والحكام مفيش. طب هل حد دور مثلا مين اكتر نادي استفاد من موضوع الاستبدال؟ محدش بص لده. مين اكتر وخلاص مين صاحب قرار الاستبدال؟ ما هو بص، لو انت شفت مين اكتر نادي استفاد من الاستبدال هتعرف على طول مين اللي كان وراه. هيبان يعني لو لقيت نادي مثلا بدل خمس لعيبه مثلا او ايا كان، ايا كان العدد، اكبر نادي هتلاقيه مثلا هو هتلاقيه من تونس او المغرب عامه. هو الاستبدال لغايه دلوقتي انا شايفه في الاتجاهين دول بس. تونس والمغرب. هات لي نادي تاني عمل ومفيش. فكره كمان الشحن الجماهيري، يعني انا فاكر في 2008 لغايه 2012 لما كنا بنشوف الصحف القوميه حتى او المواقع الالكترونيه الشهيره اللي بتتكلم على المباريات الافريقيه، كانت دايما بتعمل احداث متعلقه بسفر الجماهير الى الدوله اللي ممكن النادي الاهلي يسافر فيها يلعب ماتشات افريقيه او ماتشات عربيه. طب انت ما بقتش دلوقتي حتى حاله ان انت تهتم بالموضوع الحضور الجماهيري او سفر الجماهير. انت دلوقتي اتكلمت عن موضوع الاعلام والتناول الاعلامي، كان الاستاذ حسن المستكوي في الشروق عمل مقال اسمه مشروع الكره المصريه الغائب. بس حسن المستكاوي وانا بشوف المقال وانا طالع المقال في نفس التوقيت اللي هو سال فيه سؤال قال فيه نقول ذلك، وهو بيقول نقول ذلك طبعا هقول لك الكلام اللي قبله، بس هو بيقول نقول ذلك منذ سنوات. انا وانا بشوف المقال بدات اسال السؤال، طب ما هو نفس الكلام بنقوله، ايه اللي بيتغير؟ هل ممكن تناول الاعلام ملل؟ يعني عدم تناول الاعلام لبعض القضايا ملل؟ ملل من كتر ان انت عمال تقدم حلول وبتلاقي نفس النتيجه واحده. قد يكون هو الاعلام اساسا ما ناقش القضايا نفسها مشكلتها فين عشان يحط الحلول. يعني لو قلت لك حسام المستكاوي بيقول ان قياده حسام البدري للمنتخب لم تبدا عمليا، هو شايف بيتكلم ان الظروف اللي كانت محيطه بالمنتخب ده بيحكي وجهه نظر الكابتن حسام البدري. تمام. وبيسال سؤال مهم جدا، ان الكابتن حسام البدري لما الدوري وقف 40 يوم الكابتن حسام بدري طلع اشتكى وقال اللي حصل في المباراتين التصفيات افريقيا كان بسبب توقف الدوري. ثم الكابتن حسام ده هو في المقال، ثم الكابتن حسام بدري بيقول انه عايز يوقف الدوري. فالاستاذ حسن المستكاوي بيسال هل ايقاف الدوري وتعطيله ينقذ المنتخب؟ هل تفعل كل الدول التي تملك سياسه صحيحه وصحيه ذلك فتوقف المسابقات المحليه من اجل المنتخب؟ وهل الدوري وسيله اعداد وسيله اعداد اللاعبين ام وسيله تسلب من اللاعبين مهاراتهم؟ تمام، ما هو كل شويه يطلع يقول لك الدوري وقف تسبب في ازمه ليه. ثم كابتن حسام يطلع يقول انا عايز اوقف الدوري. فهو بيسال نفس السؤال هو وكمان بيقول الا ترون حاله الكره الانجليزيه؟ فكيف يملكون اقوى دوري في العالم واكثر مسابقه ثريه وغنيه وفي الوقت نفسه بداوا متاخرين مشروعهم لانقاذ المنتخبات؟ ففاز فريق الناشئين والشباب بطولتي كاس العالم لاول مره في التاريخ الانجليزي عام 2017. هو قال كمان القضيه ليست كوبر او اجيري وليست الجهري او حسن شحاته، وانما تعريف الكره المصريه. هنا بقى لب القضيه، تعريف الكره المصريه وسيكون من اولويات مشروع اي اتحاد. هل كل هذا الذي سبق بجوار المنتخبات الوطنيه، هل كل هذا تم بلجنه فنيه؟ الراجل بيقول هات اتحاد كوره جه من ساعه ما الكوره اتعملت لحد النهارده عنده مشروع. طيب ادي رؤيه اعلاميه تقدمت من الكابتن حسن او الاستاذ حسن المستكاوي متعلقه بالكره المصريه. استنى بس، قال لك نقول ذلك منذ سنوات
والواقع أن الاتحادات المتعاقبة على الجبلية لم تضع مشروعا حقيقيا متكاملا، ولا يوجد تعريف دقيق للكرة المصرية. فيوم يفوز المنتخب بكأس أفريقيا يقولون أن الكرة بخير، وحين يخسر المنتخب بطولة أو مباراة يقول الرأي العام والخبراء أن الكرة بحالة سيئة، وهذا ليس دقيقا وليس صحيحا. منذ عقود طويلة لم يضع أي اتحاد لكرة القدم مشروعا فنيا مدروسا وطويلا وعميقا للكرة المصرية. إصلاح مسار الكرة المصرية، راجعوا التاريخ فسترون هذا التعبير، إصلاح مسار الكرة المصرية. ده تعبير دارج دايما في كل قضية. هات لي بقى، وعلى فكرة الكلام ده احنا قلناه، وكابتن حسن مسكاوي برضه بيقول احنا قلناه، ومش هو بس اللي قاله، كل الإعلاميين قالوه قبل كده وكل النقاد الرياضيين قالوه قبل كده. فين الحل؟ أنت بتسألني ليه الإعلام ما بيسلطش الضوء على بعض القضايا؟ ممكن يكون بسبب حالة الملل من كده فعلا. بس دي قضية أو دي مشكلة داخلية، بمعنى يعني دي مشكلة متعلقة بالكرة المصرية في حد ذاتها، إمتى تكون متطورة، إمتى تكون على قمة. محمد ما تقنعنيش إني هسيب حالي الخرب والتعبان وبمشاكلي، والفار هطبق ولا مش هطبق، واللايحة بتتفصل لمين وبتتفصلش لمين، واتحاد الكرة بيجامل مين وما بيجاملش مين، وعايز يراضي مين وما يرضيش مين، وهروح أشوف مين نادي دلوقتي. ما برضو أو أبص على القضايا الخارجية بشكل عام. طب ما هو أنا معلش الأمور هنا زي ما بيقولوا كده صعبة، صعبة جدا، صعبة جدا ودسمة من ناحية المشاكل والأزمات. دايما عندنا المشاكل والأزمات. كابتن حسام البدري من ساعة ما تولى، انت عايز تحط عنوان انشغال الاعلام بالقضايا الداخليه اهم، صرف النظر، لا مش اهم، لا لا اهم، صرف النظر عن التركيز في القضايا الخارجيه. انا مش هدور على لها تاثير على الكره المصريه والانديه المصريه، عارف انا هبدا ده العنوان. طبعا الانشغال بالقضايا الداخليه حتى لو قضايا تافهه. طب خلينا احنا نتكلم كاعلام، واقول لك الكابتن حسام البدري امبارح طلع بتصريح، هقول ايه تفاصيله، لكن الكابتن حسام البدري من وقت ما تولى الاداره الفنيه للمنتخب حتى الآن لم يظهر تصريح للكابتن حسام البدري متفائل خالص. الكابتن حسام البدري دايما متشائم، دايما مصدر لنا الصورة السوداء. يمكن في النهاية عايز يدينا الصورة اللي تبقى مفاجأة للكل. لا كابتن حسن شحاتة عملها في لا 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 لا، بس مش كده. أبديك الصورة السوداء إزاي؟ يعني مثلا الكابتن حسام البدري بيقول لك أنا كان دايما عندي مشكلة في الهجوم. يا كابتن حسام مش كل ما هتطلع، بص مدرسة الواقعية مدرسة محترمة جدا جدا، لكن طب ما انت ممكن تقول، طب اقول لك على حاجه، انا ما شفتش مثلا كابتن حسام البدري امبارح بيتكلم على في تصريحاته على سعادته بالهدف القاتل اللي سجله تريزيجيه، وازاي ان ده معنويا بيتقل لعيب مهم جدا عندك في المنتخب. كابتن حسام البدري امبارح كان منشغل انه يتكلم هيحل ازاي الازمه الهجوميه. طب ما شفتش كابتن حسام البدري برضو بيتكلم عن ان مروان محسن، وان اختلف عليه البعض انه بقاله فتره أربع أو خمس مباريات بيرجع لمستوى واحد زي مصطفى محمد بيقدم مستويات كويسة. يعني ده برضو حلول، يعني اطلع قول لي كده، اطلع قول لي إن ده كويس. ما تطلعش تصدر لي دايما الأزمات، ودايما ما توصلش للناس إحساس إنك بتقدم شماعات يا كابتن حسام علشان لو حصل في الأمور أمور تبين إنك ما كانش بإيدك. لو سمحت أنا عكسكم ومتفائل. أنا متفائل جدا وأتمنى إن يكون على نفس السياق بتاع كابتن جورا الله يرحمه لما كنا رايحين بوركينا فاسو، ولا كان هناخد المركز 13. لا بس خد بالك انا ويس فجاه المنتخب خد البطوله. لا بس خد بالك ده مش تفكير كابتن حسام، تفكير كابتن حسام اللي هو اللي قلت لك انا بتمنى هو اللي قلت لك عليه. طيب. انا ما بهاجمش كابتن حسام، انا بهاجم او مش بهاجم، انا بقول او بفند اراء. انت بترقب بترصد الكلام اللي انت هو شايفه. هو يهدى كده مع نفسه ويقعد يطلع المداخلات اللي اتكلم فيها من وقت ما تولى الاداره الفنيه للمنتخب تمام لحد النهارده. لو جاب لي مداخله واحده متفائل فيها انا ممكن اطلع اقول له انا غلط يا كابتن حسام. طيب ارجع بقى للحديث عن مباراه الهلال والاهلي، ودايما احنا بنتكلم على الاعلام لان احنا رصدنا فكره الاعلام ودور الاعلام وتاثيره، ورحنا القضايا ممكن تكون متعلقه بالكره المصريه، لكن انت حطيت عنوان مهم جدا ان فعلا انشغالك بالقضايا الداخليه ممكن يكون ليه تاثير سلبي عليك، فمش قادر تخرج وتفكر وتناقش وتشوف كواليس القضايا الخارجيه. بالظبط. طيب مباراه الهلال والاهلي، الاعلام خلال ال 48 ساعه الجايه ممكن يشوف المباراه باي منظور، وتأثير الإعلام بعد المباراة نفسها حسب النتيجة. أنا ممكن أقول لك على بعض العناوين اللي ممكن تتعمل لو لا قدر الله مثلا الأهلي حصل أي نتيجة غير الـ غير الـ غير الفوز أو التعادل. طب خلينا في ال 48 ساعة اللي قبل. اللي قبل سيبك اللي قبل طبعا. لا هو
دور الاعلام كله بغض النظر عن اي حاجه، دور الاعلام هو في المفروض يكون اعلام كاشف، كاشف اللي هو بيبين او يساعد الاجهزه الفنيه، واعتقد ان ده بقاش موجود قوي. يعني زي ما قلت لك الانشغال بالقضايا الداخليه طغى شويه على الاهتمام بالجانب الاخر، اصبح دايما انت بتدور على مين مصاب في النادي الاهلي، مين المكافئات، مين النهارده اتعور، مين هيلعب، مين كده. انما ما حدش يبص هناك مثلا، كتير كتير بتقرا تقديمات. احنا عندنا كل المباراه عشان بس نعيش المشاهد معانا، كل المباراه ليله المباراه بتعمل حاجه اسمها تقديم للمباراه، تقديم الماتش، بتكتب فيها النادي الاهلي مين اللي غايب عنه ومين اللي موجود معاه، فايلر مثلا مدير في النادي الاهلي بيفكر يلعب بمين، التشكيل المتوقع. لو مسكت بعض التقديمات كتير جدا في وسائل الاعلام المصريه هنا ممكن تلاقي تدور في الموضوع كله وما تلاقيش كلمه عن الفريق المنافس. طب ايه ذنب القارئ مثلا انه عايز معلومه او اثنين او ثلاثه عن النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي بيلعب في افريقيا؟ هيقابل مين؟ ايه الغيابات اللي عنده؟ طب المدير الفني بتاعه بيقول ايه على مواجهه النادي الاهلي مثلا؟ زي ما بقول لك اصبح في تهميش لدور الاخر، مع ان انت لو ركزت شويه في الموضوع، لا انت لو مش هتفيد الفريق بتاعك هتفيد القارئ، وده مهم، ده مهم جدا بالنسبه للمهنه بشكل عام يعني. بس فهو الاعلام طبعا مهتم اهتمام، مفيش زي ما قلت لك لا صوت يعلو على صوت مباراه الاهلي والهلال، لان بكل ما تحيط به المباراه، لا سواء اجواء جماهيريه، سواء فرص تاهل، فرص التاهل طبعا طبعا. طيب الحكم المغربي برضه الاهتمام الاعلامي ورصد هذه الجزئيه تحديدا، سواء حتى من زملائنا في الصحافه السودانيه، رد الفعل حتى هنا من الاعلام في مصر او الصحافه في مصر على هذا الموضوع؟ لا ما كانش فيه رد فعل. هو دايما بعض الانديه بتلجا لفكره ان هم يعترضوا على التحكيم بشكل دائم، يعني علشان يضع ضغوط على الحكم ان هو عايز يثبت للفريق اللي بيشتكي او اللي يقول ان الامور بالنسبه له مش هتبقى مظبوطه، عايز يثبت العكس. قد يكون الاثبات ده ضد الفريق الضيف مثلا او ضد الفريق المنافس، ويكون بقرارات عكسيه وبقرارات ظالمه. في ناس بتشوف ان ده طريق ممكن يتاخد على او الضغط بيه على الحكام. في النادي الاهلي تعامل مع الموضوع بشكل ان هو قال يثق في التحكيم ويثق في قدره التحكيم على القياده على الخروج بالمباراه، لان الاهلي لما اشتكى بيشتكي حكم بوقائح. لا ده مش بوقائح، ده اشتكى حكم بعد ما فاض بالكيل. طبعا. لا بعد ما فاض بالكيل طبعا. يعني مثلا اسم كاري جسامه ده اتقال بعد 3 4 ماتشات، خلاص بقى بان لك ان ده فعلا بيحجم وليه تاثير سلبي طبعا، حكم خطا في تطبيق القانون. لكن حكم ممكن مباراه واحده ما يحسبليش ضربه جزاء، استنى اشوف مباراه ثانيه وثالثه، وارد بتبقى وارد. لكن الاهلي لما بيشتكي اللي بجد بيبقى فاض بالكيل. لكن فكره ان المنافس يصدر لك موضوع ان بيعترض على الحكم، ممكن كلها تاثير بقى نفسي، تاثير سلبي على الحكم، عايز يحيد الحكم يعني. انت عارف طبعا. بس انا اعتقد ان يعني مش اعتقد، انا متاكد ان النادي الاهلي بلاعبيه بمسؤوليه يملكوا من الخبره اكيد ازاي يتعاملوا مع الامور اللي زي كده. فعشان كده انا مش قلقان من النقطه دي، وكل الثقه ان شاء الله في حكم المباراه المغربي، وان شاء الله باذن الله يقدم مباراه على الاقل تليق بيه هو. يعني في النهايه الاهلي زي كده بتفضل في الذاكره. يعني خطا منك قد يكون او يبان انه مقصود يخرج فريق كبير، على فكره سواء للهلال او للاهلي الاثنين، يخرج فريق كبير، الهلال فريق كبير والاهلي فريق كبير. فلو واحد من دول خرج من البطوله بخطا منك انت، هيفضل في سجلك طول عمرك، خاصه انت حكم عربي، حكم مغربي، والناس على فكره ما بتنساش خالص الحاجات دي، ما بتنسيش. فبالتالي لنفسك يعني دايما بشوف الحكام المصريين والعرب لازم يدققوا ويركزوا في الحاجات، خاصه في الامور او المباريات اللي بيكون طرفين عرب، لابد انك تاخد بالك ان دي بتبقى في تاريخك، يا اما هتبقى صفحه بيضاء في تاريخك، يا اما هتبقى نقطه سوداء مش هتنسي لك من اي فريق انت تتسبب وتتسبب في اقصائه من البطوله. فاتمنى ان هو يكون على قدر المسؤوليه
وعلى قدر المسؤوليه لنفسه اولا ثم للاتحاد الافريقي ان شاء الله باذن الله. طيب تشكيل المباراه والتوقع لتشكيل المباراه، وحضرتك ذكرت في تقديمه اي مباراه على صفحات الجرائد بتركز في التقديمه من ناحيه التشكيل المتوقع، العناصر البارزه في الفريق، ممكن نشوف بادجي في البدايه، ممكن نشوف عناصر الخبره موجوده في البدايه زي احمد فتحي ووليد سليمان وعلي معلول وكذا عنصر ايجابي يكون خبره في الفريق. لا انا اعتقد شايف الجزئيه دي ازاي، اعتقد ان اجاي هو اللي هيكون المهاجم اعتقد كده، و لا صعب ان من وجهه نظري صعب ان بلجي يبدا المباراه، هو ممكن يكون خد فرص، كل دي رؤيه، كل دي وجهه نظر مش معلومات، ممكن يكون خد فرصه في المباراه اللي فاتت وكان في اصرار ان هو ياخد فرصه في المباراه اللي فاتت عشان ياخد وقت اطول في مباراه الهلال، لكن انه يلعب اساسي ما اعتقدش. لكن برضو خليني اقول لك ان فايلر ما حدش يتوقعه من سير كل المباريات، مفيش حد كتب تشكيل في مره وطلع صح بنسبه 90% 90% حتى لو اختلفت ممكن تختلف على لاعب او اثنين. بتلاقي تشكيل غير، يعني انت مثلا لو بتكلم في 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 الشكل الطبيعي لاي مدير فني ممكن يتوقعه لفايلر ان في خط الدفاع بكره يوم السبت هيلعب برامي ربيعه جنبه ياسر ابراهيم، ممكن تلاقي محمود متولي جنب ياسر ابراهيم عادي جدا من فايلر تتوقع، فممكن تلاقي احمد فتحي وارد، ومن وجهه نظر احمد فتحي هو اللي هيبقى باك يمين مش محمد هاني، يعني المباريات اللي ذاكرها عايزه خبرات وعايزه مجهود بدني وعايزه قوه ممكن فايلر يشوفها من ناحيه ثانيه خالص، يقول لك مباراه زي كده بلاعب فريق عنده دفاعات بدنيه وسرعات بدنيه ولياقه بدنيه وصغيرين في السن ممكن اعتمد على محمد هاني، كلها حسابات احنا مش عارفين ايه اللي بيدور في دماغه، لكن لا خلاف عليه طبعا ان ديانجو والسولا هيكونوا في دول لا غنى عنهم في وسط الملعب طبعا طبعا، ولاعب زي حسين الشحات طبعا هيكون موجود، وليد سليمان او قفشه، اعتقد ان قفشه هيكون موجود، اعتقد ان وليد هيكون على يعني ممكن ينزل في اخر 30 دقيقه اعتقد، يعني اللي كتب في الاعلام والسوشيال ميديا بخصوص قفشه لانه كمان كان غير صحيح، قفشه كان رؤيه فنيه من رينيه فايلر لهدف معين ممكن عشان يشوف المباريات الجايه او يبدا يحضره نفسيا ويجهزه ان هو لا في لحظه لو مش جاهز يلعب بلاعب مكانه. انت عارف اللي كان يضايق ايه؟ اللي يضايق اصرار الناس على التأكيد بعد النفي، التأكيد بعد النفي، يعني بمعنى ان قفشه مش هنقول ان قفشه لما يتعرض للموضوع هو ما نفاش، الناس اللي كان متصور معاهم ومصور معاهم نفوا، الكابتن سامح حفيظ نفى، وقفشه برضه في يعني بعيد عن الاعلام حلف ان ده ما حصلش قبل النفي كله، عندك مدير فني طلع قال ان استبعاده لاسباب فنيه، والناس الفني على فكره يعني الناس بيبقى واضح، الناس اغفلت حاجه مهمه جدا على فكره، ريني فايلر مش من نوعيه المديرين الفنيين اللي بيخبي بالظبط، ما هو عمل طلع قال على الهواء صالح جمعه مش معايا، طلع قال على الهواء كده وقال ذهنيا مش معايا مش مركز معايا، لما المدير الفني يطلع يقول لك على الهواء ان في لاعب مش موجود معايا فتره مش هيخبي على لاعب مثلا راح لعب مباراه خمسيه ابدا، هو شايف من وجهه نظره ان اللاعب عايز لازم يريح دلوقتي خلاص نحترم ده، لكن بتلاقي بقى ناس بتقسم على السوشيال ميديا او يعني بتاكد الواقعه بعد كل النفي ده، ده كان بالنسبه لي شيء غريب، وهو دايما بص دايما النادي الاهلي بالنسبه عند بعض الناس زي ما بيقولوا المثل الشعبي كده قطته جمل، دايما عارف انت هو القطر اللي ماشي ده ماشي حلو ليه؟ لازم يعطل، ما يعطل ازاي؟ مش عارف اعطله في الملعب، لا طب ما اعطله باي كلام، هي السوشيال ميديا فيها لجان الكترونيه ممكن تصدر لك الصوره السلبيه دي، ولا السوشيال ميديا دي طبيعتها؟ لا في الاثنين، الاثنين طبعا الاثنين، في ناس بتشتغل على ان انا مش قادر اجريك فهحاول اعطلك باي شيء باي شكل من الاشكال، وفي السوشيال ميديا قصه ان اللي هو التواتر التناقل، حد يكتب حاجه فده يشير وده يشير وده يشير، بتلاقي مره واحده وممكن ترجع لاصل الخبر، يعني هل من المعقول فيديو مثلا زي اللي هو السوداني اللي هو مثلا الشخص كميه ناس شافت الفيديو بشكل مش طبيعي، طب انا فرضنا مثلا انا ما بقولش على ده، فرضنا واحد مختل مثلا طلع اتكلم وقال اي حاجه مثلا، كميه الملايين تشوف واحد مختل بيتكلم، ما برضه فيها حاجات سلبيه بتحصل كتير، وانا احيانا وده عن تجربه احيانا السوشيال ميديا بنسبه قد تصل ل 50-60% احيانا، مش بقول على طول، ممكن تصدر لك صوره غير حقيقيه، لان انا عن تجربه شفت ده، بيبقى في اكونتات او جروبات ممكن تبين لك انتمائها ان هي معاك وفيها غرض اخر او في شكل اخر
هي ممكن ما تكونش بتشجع النادي او مش مع النادي، فبتصدر لك الصوره ان هي معاك وبتشجع النادي، لكن في نفس الوقت ليها اهداف ثانيه عشان تصدر لك صوره سلبيه بس او توصلك لمعلومات غير حقيقيه. خد بالك من نقطه مهمه جدا، احنا دلوقتي بنرصد الجانب السلبي، لكن لو رصدنا الجانب الايجابي، لا في ناس، انا بتكلم على الجزء السلبي مش بتكلم على الجانب الايجابي. الجانب الايجابي موجود وعارفينه، لابد ان احنا كمان نشيد بيه وعارفينه. طبعا لو تاخد بالك عارفينه. طبعا وفي تيمات معينه، في جروبات معينه موجوده على تويتر وعلى فيسبوك، معروف اهدافها ايه، ومعروف ان هي دايما ورا النادي الاهلي ودايما ورا قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، واعرف فيها ناس مختلفين في بعض، بقول لك عارفينهم ومختلفين على فكره مع بعض القرارات في حاجات كثيره سواء فنيه او اداريه، لكن وقت الاعلان عن قرار كله خلف القرار، كله بيساند سواء رئيس نادي او جهاز فني او اختلف يعني تعبيرهم على المدير الفني او تغييراته، ممكن بتلاقيهم كمان بينتقدوا قبل المباراه تشكيل معين ويجوا بعد الماتش يقول لك هو كان صح. ده بقى الجانب الايجابي اللي لازم دايما نتكلم عنه ونشيد بيه. وعلى فكره طول ما انت بتعزز وجود الجانب ده، ده هيكون هو اول حائط صد ليك انت ضد اللجان الالكترونيه، وهم اللي بيكشفوهم على فكره. يعني هم اللي دايما بيكشفوهم، جمهور السوشيال هو اللي بيكشفهم، هم اللي بيكشفوهم، هم عارفين العابهم كويس. طيب عارفين. التاثير الاول الصحف كان لها تاثير كبير لما كان العدد محدود، لا دلوقتي بعد كده المواقع، ما انا هوصل لك لمرحله الهرم، هوصل للهرم، راس الهرم. بعد كده بقت المواقع الالكترونيه، بعد كده انت بتتكلم على الميديا التلفزيون، بعد كده دخلت على السوشيال ميديا والجروبات والبيجات والكلام ده كله. التأثير بقى أقوى من السوشيال والدرجات الأخرى تضاءلت بنسبة كبيرة؟ ده حقيقة، ده حقيقة، ولابد التعامل معاها، والإنكار أو إنكارها مش هيفيد. لابد إنك تتعامل معاها وتشوف هتتعامل معاها إزاي، تستفيد منها إزاي، وتتفادى سلبياتها إزاي. ده مهم جدا. أنا ما بقولش إن دور الإعلام مش موجود، لا دور الإعلام موجود طبعا، وهو على فكرة. طب هو أصلا السوشيال ميديا بينتقي أو يتلقى معلوماته منين؟ من الإعلام. فاصبح انت لو انت خدت بالك، بس انا حاسس ان بقت معكوسه، لا بقيت بشوف دلوقتي الاعلام او الصحافه بتاخد معلوماتها من السوشيال ميديا. ده الاعلام الهابط اللي احنا مش عايزين نتكلم عنه، بس بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، بيحصل، بس في الاخر الاثنين. وحصلت مواقف في مره كان السوشيال ميديا بيعمل كمين في كذا خبر ومعلومه والناس بتشربها. طبعا ما هو زي ما بقول لك الاعلام الهابط، مش الهابط بمعنى قناه معينه، لا الاستسهال، فكره ان الاستسهال. طبعا فكره ان بلاقي خبر يعني في كذا مكان سوشيال ميديا، فانا باخد الخبر زيهم وبحاول ان اتكلم زيهم، فده مش اعلام هابط. بقى اعلام هابط بمعنى ان هو بيقدم محتوى هابط، هابط ليه؟ لانه لم يتاكد من اي مصدر كان ورا الخبر ده ايه. بس فمش قصه انت بتنتقد لمجرد الانتقاد، لا انت بتقول هابط لانه ما بيقومش باساسيات الاعلام المفروض يقوم بيها. المفروض انت تكون مغذي للسوشيال ميديا مش العكس. مغذي طبعا للسوشيال ميديا مش العكس. طبعا انت انت المفروض اللي بتصنع الاحداث وهم بيعلقوا عليها، انت فاهم؟ مش العكس. طيب على المستوى الشخصي او المستوى المهني، ايه اللي رصدته خلال الساعات القليله الماضيه او الموضوع اللي لفت انتباهك؟ اللي لفت انتباهي فعلا ان مش لفت انتباهي قوي، لكن التركيز اكتر من الجمهور على المباراه. يعني دايما تحس او لما يجي حد يقعد يتكلم او يطرح اي طرح حتى لو كان مهم، بتلاقي دايما الجماهير تقول لك معلش كلمنا على الماتش، او مفيش حاجه في دماغنا دلوقتي غير الماتش، او في حد يجي يدخل مدخل معين لانتقاد قرار ما او اي حاجه يقول لك احنا مش فاضيين دلوقتي. تحس ان الجماهير او الجمهور الاهلي هي اللي هتلعب، هي اللي هتلعب وتشارك، وهي اللي عايزه تركز. تاخد بالك ليه بقى؟ لانهم شافوا ان في متابعه من اللاعبين للسوشيال ميديا، وما عارفين. وهنا بقى عايز اقول حاجه، قصه انتقادك للاعب في النادي الاهلي بعد 31/1 اللي هو خلاص انت مشيت كل لعيبتك اللي المفروض تمشيها، واللعيبه اللي موجوده معاك هي موجوده معاك لاخر الموسم، انتقد زي ما انت عايز. خد بالك دلوقتي انا ما بوجهش اي حد من الجماهير، لكن بقول له سلبيات بعض التصرفات بتوصل ليه. انا شفت رد تقريبا من احمد الشيخ النهارده على السوشيال ميديا على حد يعني مبسوط انه اصيب وانه استوعب.
قد يكون انت مختلف على اداء لاعب عندك بشكل معين. تمام تمام. ومن حقك انك تقول له لو سمحت او حاول تليق كابتن احمد الشيخ مع كل اللعيبه بشكل عام، حاول تؤدي بشكل يليق بحجم وقيمه النادي الاهلي. من حقك انك تشوف في لاعب معين مش انت مش مقتنع بيه، لكن ما توصلش لمرحله انك تهد اللاعب ده. ليه؟ دلوقتي عندك ما يقرب من 6 شهور كامله، هم المجموعه اللي موجوده عندك دول لغايه نهايه الموسم، هم اللي هتكمل بيهم افريقيا ان شاء الله لما نكمل باذن الله، او الدوري والكاس والسوبر ايا كان. فلما تهد اي لاعب انت بتخسر لاعب لنهايه الموسم. النادي الاهلي يعي ويدرك مين هيكمل معاه ومين ماشي. على فكره ده بس ملف مش مطروح لمش وقت يعني وعلى فكره وممكن يكون حدد اهدافه للسنه الجايه او جزء اكيد اي نادي بيشتغل على البطولات بيحط استراتيجيه السنه الجايه وهيكونوا بدل مين. تمام. ممكن اللاعب اللي انت مش مقتنع بيه ده بدل ما تفضل تهد بيه تهد فيه، حاول تستفيد منه باقصى شيء حتى نهايه الموسم. وساعتها نبدا نتكلم مين يليق انه يقعد او مين عنصر بره في نادي تاني انا شايف ان هو هيضيف اكتر من لاعب عندي، وده موجود في كل انديه العالم. تمام. لكن ان انا اكون انا الاداه اللي تهد لاعب جوه الفرقه ده غلط. تمام. غلط وغلط جدا يعني. طيب في اخر 5 دقايق معاك في تصريح مهم جدا نازل لرئيس نادي الهلال السوداني اشرف الكاردينال عبر الاعلام والتلفزيون السوداني. عنوان الموضوع او عنوان التصريح: الاهلي نادي عظيم وكل ما يقال في الاعلام غير صحيح. ابدا الاعلام هقولك في تفاصيل الخبر او في تفاصيل التصريح. ابدا اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني سعادته باستقبال السفير المصري في بلاده وبعثة النادي الاهلي بملعب الجوهرة الزرقاء. الاهلي من المقرر ان يحل ضيفا ان شاء الله على نظيره الهلال يوم السبت الساعة 9 مساء. وقال الكاردينال خلال تصريحاته لقناة تنادي في قناة تلفزيونية لها ساعات بس معين كده على نايل سات للهلال السوداني، قال النهاردة سعدنا سعادة تفوق الخيال. سعادتنا هو كرئيس نادي الهلال يعني سعادتنا سعادة تفوق الخيال بوجود سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة ووفد النادي الأهلي هذا النادي العظيم، حيث شرفونا اليوم في ملعب المباراة التي تجمع الأخوين الأهلي والهلال. وتابع رئيس نادي الهلال: كل ما يقال في الإعلام هي مسائل غير صحيحة، سواء إن جماهير الهلال تقول أن النادي الأهلي غير مرحب به في النادي الأهلي، فالنادي الأهلي محترم وتاريخه وإدارته كذلك، ومصر والسودان جزء واحد، ونتمنى أن تكون المباريات لتعزيز العلاقات بين الشعبين. وأتم الكاردينال حديثه بالإشارة إلى أن تتويج أي من الفريقين بالبطولة هو مكسب للدولتين. تمام؟ إذن تصريحات رئيس نادي الهلال كلها بتأكد على اعتزازه وسعادته بوجود سفير جمهورية مصر العربية ومسؤول النادي الأهلي في مقر الهلال وفي ملعب الجوهرة الزرقاء، وبيأكد على أن ما يصار في الإعلام لكنه لم يحدد اي اعلام او اي جهه. تصريحات مسؤوله طبعا، تصريحات مسؤوله بشكل كبير وفي توقيتها وده برضو وعبر الاعلام السوداني كمان، ده بياكد الكلام اللي قلته لك الاول ان تحرك النادي الاهلي السريع للدفاع عن حقوقه والتامين وحاجات كتير زي ما بقول لك انه عايز يتلافاها حصلت قبل كده، ده يبين لك الاهتمام. انا قلت لك الناس كانت شافتها بتخوف، وانا شفت ان ده عنصر ايجابي حصل للنادي الاهلي في توقيته. طبعا اللي حصل كان عنصر ايجابي ادى اهتمام كبير جدا للمباراه. طبعا المباراه كله شايف ان هي مهمه، لكن لما تنتقل الامور لحجم انك تتكلم عن تامين نادي بحجم النادي الاهلي في مكان او بلده الثاني السودان ويكون في شكل كده، هيبدا ده يستنفر الاشقاء في السودان قبل ما يستنفرنا احنا. صح. الناس عايزه تثبت لا انت في مكانك، انت في بلدك، ما ينفعش اي واحد موتور او اثنين او ثلاثه او اي مجموعه او اي جماعه تطلع تقول لك انك غير مرحب، فهو ده هي دي الصوره اللي تبقى مصدره من عن الاشقاء في السودان. احنا نتمنى ومش نتمنى، احنا متاكدين ان كلام رئيس اشرف الكاردينال رئيس النادي هو كلام مسؤول، وهو ده الكلام اللي هيلاقيه النادي الاهلي ان شاء الله في السودان. واي اجواء جماهيريه هتلاقيها في المدرجات هي اجواء معتاده على مباراه بالحجم المباراه. تمام. بس
استاذ خالد الاتريبي انا بشكرك، شرفتني ونورتني وسعيد بالحوار معاك، واتمنى ان شاء الله نشوف مباراه كبيره بين فرقتين ان شاء الله، وان شاء الله يكون الحليف التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله ان شاء الله باذن الله. اتمنى كده باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ خالد. شكرا, شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا في ختام حلقه النهارده من الاهلي الليله، بنتكلم عن الصحافه، الرؤيه الاعلاميه لمباراه الهلال والاهلي، وبالتاكيد نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه وتخطي هذه العقبه، لانك في النهايه بطل، وطالما البطل بيلعب على الكاس وبيلعب على البطوله اكيد هتتعرض لبعض المطبات، وفي النهايه طالما انت قادر على الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله هتكون قادر على تخطي هذه المطبات وهذه العقبات، وفي النهايه القدره ايضا والروح ان شاء الله هنشوفها في الملعب من خلال 11 راجل مع الثلاثه كمان التغييرات اللي هتحصل في المباراه من قبل ريني فايلر، عشان نقدر نتخطى هذه المباراه ونتصدر المجموعه ونكون جاهزين بقى بتفاصيل وكلام واجواء ثانيه لدور الثمانيه وقرعه دور الثمانيه ان شاء الله اللي هتكون يوم الاربعاء القادم في القاهره ان شاء الله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.